مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه. حلقه جديده السادسه، روح معنويه في عنان السماء. كل الحقيقه الظروف متاحه ومهيئه ان شاء الله باذن الله لتحقيق فوز والعوده بالبطوله المفضله من كازابلانكا، من عقر دار الوداد المغربي باللقب وبالبطوله رقم 11. وصلنا للدار البيضاء واستعدينا وحضرنا، والنهارده هيكون المران الاخير ان شاء الله للنادي الاهلي قبل 28 ساعه بالتمام والكمال من بداية المباراة، بأفضلية التقدم وبأفضلية الخبرات وبأفضلية فنية وبدنية ومهارية يخوض الأهلي اللقاء. حقيقة إذا كنت بتتكلم عن القصة كلها كورة، فإن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدر يكرر فوزه مرة تانية زي ما عملها قبل كده وهو بيتوج في مشواره بالبطولة التاسعة على حساب الوداد وفاز عليه ذهابا وإيابا. إن شاء الله بإذن الله نقدر نكررها. اوعى تتخيل أو تفتكر ان سيناريو نهائي دوري الابطال السنه اللي فاتت بكل الظروف المحيطه بيه ممكن يتكرر مره تانية. والسنه دي الحقيقه في حاجات كتير جدا اتغيرت في النادي الاهلي، واتغيرت في الجهاز الفني للنادي الاهلي، واتغيرت في مشوار الاهلي في الموسم ده على وجه التحديد، تخليك تراهن على انه الاهلي الحقيقه متفوق بدنيا وفنيا ومهاريا. مباراه سهله على الاطلاق، بالعكس هتكون مباراه صعبه جدا، لكن الحسابات والكلام اللي أنا بتكلم فيه مع حضرتك دلوقتي مبني على الكورة ومش حاجة تانية غير الكورة. أنا معرفش التحكيم ممكن يكون تأثيره إيه، معرفش الفار ممكن يبقى عامل إزاي، معرفش اللي بره الملعب ممكن بيكون بيأثر إزاي، لكن لو كلمتك في 90 دقيقة كورة كل الآراء والتحليلات بتقول إنه الأهلي فرصه أكبر بكتير جدا من الوداد. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لرجالتنا بكره ان شاء الله، ولحظه بلحظه هنحاول نروح معاكم طبعا لكازابلانكا ونطمن على نطمن معاكم على اخبار بعثتنا النهارده ونشوف ايه اخر الاخبار والاستعدادات. تمرينه النهارده هتبدا الساعه 10 مساء نفس توقيت مباراه الغد ان شاء الله، وهتكون على نفس ملعب المباراه. كل التوفيق، هنتابع معاكم على مدار حلقه النهارده كل الاخبار فيما يتعلق طبعا بالنادي الاهلي في المقام الاول. وما ننساش النهارده في لقاء ساخن جدا وبطوله يمكن تكون الأقوى على مستوى الكرة الأرضية، هي بطولة تشامبيونز ليج أوروبا. السيتي والإنتر أكيد هيكون ليها نصيب في كلامنا في حلقتنا النهاردة. بين قوسين بتفائل جدا 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 لما جمهور أي نادي منافس، أي نادي منافس يعني هم كتير الحقيقة، لكن أي نادي خلينا نمشيها كده، أي نادي منافس يشجع الفريق اللي هيواجهه النادي الأهلي، ده شيء الحقيقة بيشعرني بالسعادة. والأهم بالنسبة لي إنه تبقى حالة التشجيع دي جهارا نهارا، يعني بدون كسوف، لانه ده في جميع الاحوال بيصب في مصلحه النادي الاهلي في النهايه. وزي ما راحوا اشتروا تيشرتات سان داونز وكانوا بيجهزوا نفسهم ان هم يشجعوا سان داونز لما كانوا فاكرين انه هيوصل النهائي امام النادي الاهلي، راحوا برضو يشجعوا الوداد. على كل الاحوال انا بتفائل جدا بالحاله دي، ما يهمنيش، عمرنا ما اهتمينا مين بيشجع مين، احنا في ظهر نادينا وما بنشجعش غير الاهلي. وعمرنا بالمناسبه عمر جماهير النادي الاهلي ما رفعت ولا غنت ولا شجعت اسم اي نادي تاني غير ناديها. فعلى كل الأحوال إن شاء الله بإذن الله نحتفل بكرة باللقب رقم 11 في تاريخ النادي الأهلي. طيب خليني برضو وإحنا بنتكلم على الاحتفالات نحتفل مع فريق ووتر بولو النادي الأهلي اللي حقق بطولتين السنة دي واختتامهم من بارح بالفوز ببطولة الدوري بعد ما فاز على نادي الشمس بنتيجة كبيرة أعتقد 16-6، وكان من فترة مش بعيدة محقق بطولة الكاس. احتفالات للنادي الأهلي الحقيقة بالبطولات يوم بعد يوم، كل الرياضات كل القطاعات، مبروك رجالة الووتر بولو، مبروك الحقيقة لكل القائمين على النشاط الرياضي والرياضات المائية في النادي الأهلي. فرحة كبيرة جدا، أعتقد أنها كمان اللي مخليها زايدة شوية أنها بعد غياب فترة طويلة، ونتمنى إن شاء الله مزيد من الألقاب والنجاحات. تعالوا نشوف احتفالات الأهلي بفوزه وتتويج فريق الووتر بولو ببطولة الدوري، ونروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا. الحمد لله تعبنا قوي السنه دي، احنا كل مره بنتمرن وبنعمل اللي علينا وبنطلع مجهود اكتر حاجه ممكن نطلعها في السنين كلها. طبعا دي كانت حاجه صعبه بالنسبه لنا، احنا الدوري بقى له 20 سنه ما دخلش النادي، كنا كل مره بنتعب وكل مره بنطلع اللي عندنا، بس برضو بيبقى في عندنا شويه حاجات بيبقى لازم نصلحها ولازم نشتغل عليها. الحمد لله السنه دي اكتر سنه تعبنا فيها واكتر سنه قدرنا نغطي كل العيوب اللي عندنا، والحمد لله ربنا كرمنا يعني بالدوري السنه دي. خلال السنين اللي فاتت انا بقى لي 9 سنين بلعب في فيرست تيم. في السنين اللي فاتت احنا وصلنا تقريبا في ال9 سنين دول 7 أو 8 فاينلز للدوري، بيبقى فاضل لنا ماتش واحد وناخد الدوري.
بس الحمد لله يعني ربنا ما بيقرضش يعني ما بيحصلش، فاحنا بنقدر نشتغل على كل الحاجات اللي احنا غلطنا فيها في الماتشات دي. الماتشات دي بتبقى محتاجه طبعا استابيليتي عاليه قوي يعني، ولازم تبقى الواحد عنده فوكس ان هو عايز يكسب الدوري وما يفكرش في اي حاجه تانية. فاحنا الحمد لله قدرنا نشتغل على الحته دي. طبعا البلاي اوف عامه هو الفتره اللي بتاعت الفاينلز هي كانت اصعب فتره، احنا ابتدينا واحده واحده نطلع بالكيرف واحده واحده، لعبنا الشمس، لعبنا ليوبلس على ارضها والجزيره على ارضها، الحمد لله كسبنا الماتشين دول. ماتش الجزيره اللي كان عندنا من يومين بالظبط كان ماتش مهم جدا، الحمد لله ربنا وفقنا، كنا دايما طول الماتش يعني يمكن خسرانين فرق جون، بس الحمد لله قدرنا في اخر الماتش ان احنا نعوض وقدرنا ان احنا يعني نركب على جدول الدوري. والنهارده الحمد لله كان ماتش الحسم يعني، الحمد لله كنا محتاجين نقطه من البلاي اوف الاخير، والحمد لله النهارده كسبنا الشمس، والحمد لله اللقب رسميا في النادي الاهلي، الحمد لله الدوري في النادي الاهلي. طبعا كانت سنه مليئه بالصعوبات الرهيبه، عندنا منافسه جامده جدا مع ناديين اصحاب تاريخ رهيب، هليوبلس والجزيره، انديه بقى لها على السنين على مدار 20 سنه هي اللي بتاخد الدوري، احنا بقى الدوري غايب عننا من سنه 2003 بقى له 20 سنه، فكان مجهود فظيع من الجهاز الاداري والجهاز الفني لان احنا نوصل بمعدل اعمار، احنا ننزل معدل اعمار من الفرقه اللي 26 و25 سنه ونقدر ننافس بيهم على بطوله، والحمد لله ربنا كرمنا السنه دي خدنا دوري وكاس بدون هزيمه، زائد ان احنا خدنا بطوله 20 سنه كمان مع مراحل في الناشئين كويسه، فده بيثبت قد ايه الاداره كانت واقفه في ظهرنا ومدعمانا جامد جدا، والحمد لله بتوفيق ربنا طبعا في الاول وفي الاخر واللعيبه يعني الحمد لله رب العالمين. النادي مش سايب لنا حاجه يعني بجد والله، مش عشان انا بلعب في النادي من وانا صغير او انا مدرب في النادي، بس فعلا النادي مش سايب لنا حاجه، ما بين معد بدني ومعد نفسي ومعد طبي وغذائي للفرقه كلها مع مدربين على اعلى مستوى، كابتن وليد عزت والتيم اللي معاه كله، فالجهاز الاداري بالنادي مش سايب لنا ثغره يعني، كان بيقول لنا من الاخر ما قدامكوش اي مبرر، فتفضلوا بقى هاتوا لنا البطوله اللي غايبه بقى لها كتير، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين يعني. الجهاز كله كان واقف ورانا، هم طبعا مروا بكل الظروف اللي فاتت اللي خلتهم ان هم ما يقدروش يحققوا الدوري، بس هم نبهونا بكل حاجه ممكنه واحنا الحمد لله، ودعموا الفريق برضه، وهم لحد دلوقتي يعني واقفين في ظهرنا يعني الحمد لله، وقالوا لنا على كل حاجه، هم ادونا كل حاجه الخلاصه، واحنا الحمد لله ماشيين وراهم وعرفنا نجيب البطوله يعني الحمد لله. بشكر كل الناس والله العظيم اللي وقفت معانا، والناس اللي ما كانتش بتفوت ماتش سواء كان جامد او مش جامد في الاول او في الاخر، لا كل الناس موجوده دي من الاول يعني، دولت مش اول مره يجوا النهارده، لا هم كانوا موجودين من الاول، فبشكرهم طبعا كلهم واولهم ابويا. ونظافة الشباك بكرة واحدة من أسرار تفوق النادي الأهلي، لو خرجنا بكرة كلين شيت في المباراة نضمن التتويج بلقب البطولة. خد بالك السؤال الرئيسي اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة هو نفس السؤال الرئيسي اللي بيفكر فيه مستر مارسيل كولر النهاردة، واللي هيحاول يلاقي إجاباته في تمرينة النهاردة، التمرين الأساسية، كيف يستغل الأهلي أفضلية التقدم، دي نمرة واحد، أنت متقدم أو مع صفارة البداية هتبقى لعبت الأهلي بتبدأ المباراة متقدمة بفارق هدف، لعبت الوداد من ناحيتها متأخرة وهتحاول تعوض، دي أفضلية التقدم. وكيف يستغل كولر أفضلية الفرص، فكرة أنك أنت بتخوض المباراة وأنت عندك فرصتين، مش هفكر في الثالثة خالص، مش يعني هستبعد السيناريو الثالث، حتى لو خسرنا لا قدر الله 3-2 الأهلي يفوز بالبطولة، لكن سيبك من قصة الخسارة دي مش واردة بالنسبة لنا إن شاء الله. أفضلية الفرص، فوز أو تعادل يحسم اللقب، ده اللي بيشغل مستر مارسيل كولر، وده اللي هحاول أشغل بيه نجمي وضيفي النهارده في السادسة كابتن أشرف ممدوح في حلقة النهارده. مساء الخير يا أشرف. مساء الخير ومساء التفاؤل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله خير. سعيد دايما بوجودي معاك أحمد، أنت عارف. تنور إن شاء الله يكون بإذن الله تعالى، إن شاء الله الفوز بكرة بإذن الله تعالى من نصيب النادي الأهلي، وإن شاء الله النجمة 11 تكون في صحيح. بإذن الله تعالى في دولاب بطولات النادي الأهلي بإذن الله. هو سؤال واضح وصريح ومباشر، لكنه أو إجابته تقف على تفاصيل كثيرة جدا 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 هيشتغل عليها مستر مارسيل كولر، وهحاول أدردش معاك فيها. ومناسبة ماتش بكرة، إحنا بقالنا يومين طبعا غايبين، فدي أول حلقة في الأسبوع، يهمنا جدا نروح كازابلانكا صحيح، ونشوف اخبار البعثه ايه، واليومين اللي فاتوا مشوا ازاي، والنهارده برنامج ايه، ونطمن على التمرين الاساسيه بالليل. معانا زميلنا كريم احمد من الدار البيضاء من المغرب مباشره عشان نطمن على اخبار فرقتنا في المغرب. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه، وكل التحيه ايضا كابتننا كابتن اشرف ممدوح.
كريم خلينا نحاول ننقل للناس كده اخبار بعثه النادي الاهلي على مدار اليومين اللي فاتوا، ازاي استعدت على كل المستويات، الحاله المعنويه عند الفريق، الشغل بتاع مستر مارسيل كولر، تطمنا كمان على السكواد وعلى لعيبه الاهلي ومدى جاهزيتهم للقاء بكره قبل ما نروح لتمرينه النهارده بالليل ان شاء الله. بالتاكيد طبعا، يعني في البدايه كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله باذن الله، حاله من التركيز والوعي والهدوء والتحضير الفني الاكثر من رائع لمستر كولر، يا رب ان شاء الله كل المجهودات تكلل بالنجاح. يعني طبعا كالعاده هبدا معاك من تدريب الامس او من الرحله بشكل عام، طبعا يعني رحله 5 ساعات، كل الامور الاداريه الممتازه الحقيقه اللي بيقوم بيها الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سمير عدلي، ايضا كمان بصحبه الدكتور محمد سراج اللي كان متواجد قبل وصول بعثه فريق النادي الاهلي ب 24 ساعه، عشان كده الامور بتكون طيبه جدا وسهله من المطار. استقبال السفير ياسر عثمان بيكون بيسهل بشكل كبير جدا الاجراءات الخاصه بيه، الجوازات والاختام، لان انت عارف طبعا الامور دي بتسهل بشكل كبير ان انت تطلع من المطار الى الفندق على طول. اللعيبه بتنزل تتناول وجبه وبتبدا طبعا الاستعدادات الفنيه لصباح ثاني يوم بالنسبه للتدريبات. لكن الشيء المطمئن جدا الحقيقه واللي مدينا امل وثقه كبيره جدا الحقيقه هو تدريب الامس. لسه طبعا منتظرين نشوف مدى جديه لاعبي النادي الاهلي وتركيزهم الكبير في تدريب اليوم، لكن تدريب الامس الحقيقه كان مميز جدا. مستر كولر الحقيقه بذكائه الكبير، كان في عدد طبعا من المحبين المتواجدين طبعا للنادي الاهلي، ايضا كمان اشقائنا المغاربه، يمكن التدريب كان مفتوح شويه في البدايه بحضور ايضا كمان جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي، اللي لابد ان احنا ناكد على هذا الامر رغم قله عددهم، تواجدوا يمكن 50 او اكثر من 50 فرد، لكن عملوا مردود كبير جدا جدا في المدرجات في ملعب العربي الزاولي. هتاف للاعبين افريقيا اهلي نادوا على كل اللاعبين، ويمكن انا ذكرت كمان الحقيقه علي معلول كان ليه دور ونصيب كبير جدا من الهتافات، قيمه كبيره جدا علي معلول، السليه، الشناوي، ربيعه، كل اللعيبه نادى عليها حفزوهم بشكل كبير. عشان كده عايز اقول لك التدريب امبارح كان فيه جديه وحماس كبير جدا، الجمهور هو اللي وصل لعيبه النادي الاهلي لهذا الامر. ما عارفين طبعا ان الرغبه متجدده ومتواجده والدوافع موجوده، لكن لما بتسمع الهتاف من الجمهور وبتشوف ان ناس جايه من النمسا واللي جايه من المانيا اللي جايه من ايطاليا، حرص كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، ولسه كمان ان شاء الله منتظرينهم يكونوا متواجدين في مركب محمد الخامس اللي هيستقبل ان شاء الله بمشيئه الله غدا مباراه الاهلي والوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا. مستر كولر الحقيقه يمكن زي ما اكدنا وقلنا اكثر من مره، ياسين المكاري دور مهم جدا، الراجل مديله تكليف مهم يعني الهايلايتس والملخصات الثغرات نقاط القوه والضعف، لان الراجل بيشتغل نظري وعملي بشكل مهم جدا. الجلسات الفرديه مع اللاعبين الامر الراجل مركز فيها بشكل كبير، بيقعد مع السليه، مع علي معلول، الشناوي، بيحاول ينقل الرسائل توصل للعيبه، وبيسيب كمان متسع من الوقت للعيبه عشان يكون في احاديث ثنائيه وجماعيه، لان دي مرحله مهمه جدا ومحتاجه التحفيز. لعبتنا عارفه اكيد اهميه هذه المرحله، لكن لابد من التذكره، لابد كل واحد يذكر الثاني ان في ملايين من جماهير النادي الاهلي منتظره هذه البطولة. الضغوطات موجوده، جمهور الوداد، العدد هيكون قد ايه، الدخلات، المضايقات، كل الامور دي النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي فاصله تماما عن هذا الامر، مركزه فقط لاخير في 90 دقيقه. المؤتمر الصحفي النهارده يمكن زي ما قلنا بعض الاسئله المعتاده الحقيقه طبعا، لكن بخبره كولر، بخبره الشناوي، خرجوا من هذا المأزق. يعني زي ما بنقول يمكن الناس بتحاول ان هي تسال اسئله صعبه شويه عشان تاخد منك تصريح وتبدا ان هي تتناول هنا هذه التصريحات في المغرب، لكن الذكاء والوعي الكبير جدا لكولر والشناوي، يعني المؤتمر طلع بمنتهى الهدوء، تصريحات كانت مهمه جدا، ان انت السؤال بيترد عليه بالمعلومه، بيترد عليه بالحجه، بيترد عليه بالفنيات، فكان ده امر مهم جدا. لكن باكد لك على لعيبه النادي الاهلي عندها ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى، عندها ثقه في انفسهم ان شاء الله باذن الله ان هم باذن الله وبمشيئه الله ان شاء الله بكره يكون يوم نصر وفرحه كبيره جدا على كل جمهور النادي الاهلي. كولر في المؤتمر قال انه لعيبته جاهزه بنسبه 100% والتفكير كله مرتبط ب 90 دقيقه، نطمن منك على سكواد الاهلي وعلى مدى جاهزيته على مدار اليومين اللي فاتوا يا كريم. يعني الحمد لله زميلي احمد، واحده من الاشياء المطمئنه جدا ان ما حدش بيشتكي من حاجه، ما فيش اصابات، السكواد المتواجد معانا الحمد لله بكامل قوته البدنيه والفنيه والذهنيه ان شاء الله. الاختيار متروك كالعاده لمستر كولر، اطمنا في التدريبات الكل حريص جدا ان هو يحافظ على زميله، لان انت عارف مباراه مهمه جدا، محتاجين كل اللعيبه اللي متواجده. طبعا معانا 24 لاعب، ما تعرفش الاستعانه اللي هيكون بمين، ما تعرفش الادوار ممكن تكون ازاي، الراجل ممكن يفاجئنا بامور عديده، لان قراراته الفنيه الحقيقه في المباريات الكبرى شفناها ولمسناها، مباراه كاس العالم ادينا مباراه كبيره جدا وعظيمه امام ريال مدريد بقياده كولر وبقياده خطته ورؤيته الفنيه، ثغرات موجوده في نادي الوداد الراجل شغال عليها، التكتيك، سيناريوهات، زي ما كنت احمد قلت لك عندنا فرص كبيره جدا، احنا الامور بالنسبه لنا احنا يعني زي ما نقول احنا ليدنج حتى هذه اللحظه، احنا لسه راكبين الماتش ولسه كسبانين 2-1، عشان كده مهما كانت تصدير الامور الخاصه اللي هي يعني بتوقع شويه المعنويات على لعيبه النادي الاهلي، الامر ده بقول لك مش واصل للاعبين تماما. تدريب الامس كان فيه جمل تكتيكيه، كان فيه تركيز، الراجل واضح ان هو يعني مقسم المباراه
المباراه لاكثر من سيناريو، ينقصنا بس قيادته الفنيه من خارج الخطوط على مدار ال 90 دقيقه، لان يوم المباراه مختلف بشكل كبير جدا عن التدريبات. فان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح. وعايز اقول حاجه مهمه جدا، يعني في اللحظات اللي انا بكلمك فيها جمهور النادي الاهلي بيتوافد على فندق الاقامه للحصول على التذاكر عشان يكونوا متواجدين، يعني يمكن من اكثر من ساعه يعني وصل ل 400 و500 مشجع متواجدين ان شاء الله قابله للزياده. 2500 تذكره هي المخصصه لمشجعي النادي الاهلي. باذن الله ان شاء الله يتم بيع التذاكر بالكامل 2500 تذكره عشان جمهور النادي الاهلي يكون متواجد في مركب محمد الخامس ويفرح بمشيئه الله عقب انتهاء 90 دقيقه باقدام لاعبي النادي الاهلي الرجاله الجيل المحترم جدا اللي حقق انجازات كبيره جدا. كل الثقه والدعم لمستر كولر، كل الثقه والدعم للاعبي النادي الاهلي، منتظرين جمهورنا ويا رب ان شاء الله تكون فرحه عظيمه زميلي ان شاء الله. خليني اسالك كريم، من ساعه ما وصلت الدار البيضاء احنا يمكن على السوشيال ميديا هنا جات لنا بعض المشاهد كده، استفزازات جماهير نادي منافس بتستقبل بعثة النادي الاهلي، تشجيع لفريق الوداد، كده طبعا عارف انا متاكد مليون في المية ان هو مش هيفرق معانا، بس عايزك تنقل للناس كده طبيعه او صوره اللي حصل سواء في اوقات الاستقبال او لو اتكرر في اوقات تانية. يعني طبعا اكيد كلنا شفنا المشهد الوصول، يعني الامور دي الحقيقه يعني بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي وبالنسبه لبعثه النادي الاهلي الامور دي يعني بالنسبه لنا ما بتاثرش فينا خالص، وده الحقيقه اللي شفناه في نظره الكابتن سيد، في ابتسامه الكابتن سيد عبد الحفيظ، في هدوء اللاعبين، في عدم رد اي لعيب على هذا الامر، الكل مركز. لعيبه النادي الاهلي باكد لك زميلي احمد طالعه من القاهره جايه هنا كازابلانكا عشان ترجع بالكاس، مهما كانت الظروف ومهما كانت اي شيء يقابل النادي الاهلي انت عندك 90 دقيقه والتركيز كله في ال 90 دقيقه. الخبرات اللي متواجده لاعبي النادي الاهلي الكبار، الوعي الكبير جدا هو اللي ده اللي مدينا الصوره دي. شفنا الحقيقه المشهد، يعني يمكن هو مشهد بطولي بالنسبه له لكن مش بطولي بالنسبه لاي حد تاني، لان النادي الاهلي بيمثل مصر، الممثل المصري الوحيد في هذه البطوله. عشان كده بنقول كل الدعم لفرقتنا، كل الدعم لجهازنا الفني، كل الدعم لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، الكابتن حسام غالي رئيس البعثه، مجلس الاداره الحقيقه اللي حريص بشكل كبير جدا انه يكون متواجد في رساله دعم ومسانده معتاده. عشان كده باكد لك المجهودات بذلت، ترتبت، ينقصنا توفيق ربنا سبحانه تعالى وينقصنا دعوات كل جمهورنا العظيم بمشيئته. النهارده التدريبه الاساسيه تكون الساعه 10 بالليل على ملعب المباراه. بالتاكيد اه، يعني التوقيتات بالنسبه لنا هنا طبعا 8 مساء يكون للتدريب الاخير والرئيس لفريق النادي الاهلي، 15 دقيقه طبعا على مركب محمد الخامس معتاده بالنسبه للكاف اللوائح التنظيميه الخاصه به، ومن بعدها مباشره طبعا بيتم غلق التدريب تماما ليترك المساحه للجهاز الفني ومستر كولر ان هو يحط بقى الرتوش الاخيره. ان شاء الله باذن الله تدريب النهارده يكون فيه جديه، يكون فيه اصرار، تبان الرساله جدا في عيون اللعيبه مدى تحضير النادي الاهلي لهذه المباراه. وزي ما بقول لك كل الامور بالنسبه للامور الاداريه والفنيه تم تحضيرها على اعلى مستوى، ينقصنا بس توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله. ان شاء الله بكره يكون يوم سعيد جدا على كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من الدار البيضاء مباشره، نقل لنا كل اخبار النادي الاهلي. ويمكن اخد من كلام كريم، يبدو كمان انه هي مش قصه بس الافضليه سواء في التقدم او الفرص، قصه خبرات. يعني يبدو انه في ناس كتير جدا بتحاول توصل صوره انه نهائي السنه اللي فاتت او نهائي السنه دي هيكون نسخه من نهائي السنه اللي فاتت، لكن الحقيقه هم مش مدركين انه في تفاصيل واختلافات كتيره جدا جدا فيما يتعلق بمواجهه بكره ان شاء الله يا اشرف. بالتاكيد، يعني خليني اشكر كريم لان الحقيقه مجهود كبير نقل صوره كامله لزميلنا كريم يعني لكل جمهور النادي الاهلي، وطمنا بشكل كبير على الفرقه وعلى الإقامة والأجواء هناك عاملة إزاي. لكن الحمد لله زي ما أنت قلت أحمد في خبرات كتيرة للجيل ده، حتى مستر كولر اللي كنا متخوفين بشكل كبير جدا استوعب ده بشكل سريع ورائع. يعني أنا وإنت تقريبا هنا من فترات طويلة جدا بنتكلم مستر كولر ما خدش وقت في إنه يستوعب الأمور ويدرك بسهولة جدا المعترك الإفريقي الصعب اللي مر بيه في الفترات اللي فاتت. انا بعتقد انه بدايه كولر مع الاهلي واحده من افضل البدايات، ان لم تكن الافضل في اللي انا شفته. اجانب يعني تقريبا على مدار سنين طويله جدا، يعني حتى الاساطير اللي احنا بنقول عليهم تايكون كانت البدايات يعني فيها مشكله، كانت البدايات دايما فيها مشاكل. صحيح. لكن بدايه كولر اقنع وابدع وامتع وخد وبسرعه وبسرعه بالظبط كده. وخلي بالك بيعمل ده، يعني هو صعب جدا تطلب دايما في مدربين يقول لك ايه، ما تطلبش مني نتائج واداء. صحيح. ما تطلبش مني نتائج وان انا اطور الفرقه في سيزون واحد، اديني فرصتي ان انا اشتغل براحتي. لا، الناس كلها اجمعت على انه كولر قدر يعمل نقله نوعيه على مستوى الفريق فنيا وبدنيا ومهاريا فرديا وجماعيا في نفس السيزون وهو شغال بدون ما ياخد
فرصه وهو بيلعب كاس عالم وبيلعب بطوله افريقيا وبيلعب سوبر قديم وبيلعب جدا. سوبر جديد وبيلعب كاس جديد وبيلعب دوري كل البطولات ومع صحيح. كل ده فول مارك، مفيش بطوله فيها اخفق باي شكل من الاشكال، يعني متالق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي وبيتهاجم مبدع وبيتهاجم يعني دي الغريبه. الفترات اللي فاتت كان فيه هجوم كبير على الجهاز الفني ومستر كولر نتيجه بعض النتائج اللي انت كملت بعدها، ويعني في افريقيا انت كملت ووصلت الحمد لله الفاينل، الحمد لله في مباراه الذهاب متفوق بهدفين، ان شاء الله مباراه العوده باذن الله تعالى نقدر نتفوق كمان ان شاء الله ونحصل على البطوله. في الدوري انت فارق كتير جدا عن اقرب منافسيك، كاس سوبر 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 سوبر، يعني الحقيقه نتائج مميزه جدا مستر كولر. الحقيقه على المستوى الشخصي كمان انا شايفه هدوءه ده اللي بنتكلم عليه دايما انا وانت عاجبني بشكل كبير جدا يا احمد، لانه هدوءه ده مديله نوع من استراتيجيه معينه في التعامل مع لاعبي النادي الاهلي، وانا قلت لك دايما لاعب النادي الاهلي او اللاعب المصري تحديدا محتاج نوعيه معينه من التعامل، شويه عاطفيه زي ما بنقول وشويه فيها جديه بشكل كبير، شويه فيها قرارات حاسمه. التوليفه دي اللي بنتكلم عنها كاركتر او شخصيه المدير الفني اللي بتفرق دايما في التعامل مع نوعيه اللعب المصري. مستر كولر الحقيقه اتعامل معاه بشكل رائع جدا، استوعب بشكل كبير جدا جدا اللعب المصري وعقليته المنتاليتي بتاعته، قدر انه يرجع ناس كتيره جدا جدا بعيده، وده انجاز انا شايفه على مستوى الاداره الفنيه في النادي الاهلي فرق بشكل كبير جدا 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 في ان الجميع متقارب. يعني لاعبي النادي الاهلي النهارده ما اقدرش انا وانت نقعد نقول مثلا 11 ما نقدرش نستغنى عن الباقي، يعني ممكن تلعب ب 11 و11 المباراه اللي جايه. أيوة. مظبوط، في تقارب كبير جدا جدا في المستوى الفني والبدني تحديدا البدني، وانا شكرت قبل كده معاك هنا الراجل اللي بيشتغل مدرب الاحمال لانه الحقيقه رائع. في فرق مش كبير جدا، تكون خبير جداً عشان تحس انه واضح، يعني في فرق واضح طبعا على مستوى الاداء الفني البدني وعلى كمان مستوى الاصابات، لان أيوة. كان عندنا اصابات كثيره جدا. فالتعامل ده من مستر كولر الجهاز الفني الحقيقه، ولا ننسى ابدا طبعا دور كابتن سامي قمصان وباقي الجهاز الفني، ولا ننسى طبعا دور كابتن سعد عبد الحفيظ، لان الحقيقه الجميع بيشتغلوا ولا ننسى رجل الحقيقة. لا ننسى الحقيقه برضو هاكد انه مجلس الاداره في بدايه السيزون ده او في نهايه السيزون اللي فات خد قرار جريء كان ممكن يتهاجم عليه وكان ممكن ينتقل عليه بشكل عنيف جدا، وهو انه يريح لعيبه الفريق بدري وانه يكمل او يدي الفرصه للشباب ان هم يكملوا البطوله عشان يستعد للسيزون ده، واعتقد ان احنا بنجني ثمار المرحله المهمه طبعًا دي دلوقتي. ادت ارتاحيه كبيره جدا طبعًا جدا للاعبتنا، لانه كان في ضغوط كبيره بشكل كبير صحيح. بدنيه على لاعبتنا وذهنيه كمان صحيح. واعتقد ان ده فرق كتير جدا في كل البطولات اللي شفناها الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي. طيب خليني اخد منك حته من كولر اركز فيها شويه. اتفضل. وهي حته النوك اوتس، الادوار الاقصائيه سواء تمهيديه كانت او نهائيه، يعني صحيح. احنا لما ابتدينا البطوله كان دور اقصائي، دور البدايات او بدايه المشوار الذهاب وعوده مع اتحاد منستيري. اتحاد منستيري خدوا بالكم يمكن احنا اقصيناه بدري من بطوله، فرقه مميزه جدا على فكره، لكن فرقه كويسه جدا وعامله نتائج كويسه جدا في تونس. وبدايه مشوار واحد ما عداش على قاره افريقيا اساسا، فبالتالي انه بيخش على حاجه بالنسبه له هي قمه المجهول. قدمنا عروض قويه جدا وكسبنا اتحاد المنستيري هنا وهناك، او تعادلنا هناك وكسبنا هنا على ما اتذكر. ثم بعد كده رجعنا، سيبك من قصه دور المجموعات بتبقى ليها صدقني حسابات ثانيه مختلفه حتى عند اللعيبه نفسها. ثم وهي دايما خلي بالك دور المجموعات دايما بيجي وانت راجع من كاس عالم الانديه، فالظروف والاجواء والضغوط وكل حاجه بتبقى مختلفه. واحنا حتى في النسخ اللي توجنا بلقب للفرقه دي، سيبك من العشره اللي قبل كده، بتكلم الفرقه دي جايبه لقبين من العشره مظبوط، يعني 20% من انجازات الاهلي في دوري ابطال افريقيا عامله الجيل ده. حتى في البطولات اللي احنا توجنا بيها التاسعه والعاشره كنا مركز ثاني وعروض مش دايما دور المجموعات بيبقى فيها مشكله بالزبط. صحيح. فقصه بقى انه يتعامل على في النوك اوتس مع رجاء وترجي، والاثنين انت عارف اثنين اولياء مدرسه شمال افريقيا من عمالقه افريقيا، يعني لا نختلف على ده صحيح، والاثنين من الانديه كانوا مرشحه. انا كنت بسمع دايما وده حقيقي، وانا بنفسي قلت ده انه في دور المجموعات الرجاء يا جماعه السنه دي فريق خطير ومنافس بالتاكيد على اللقب صحيح، لانه كان بيقدم عروض في منتهى القوه، كانت فرقه متماسكه جدا. نتائج احسن فريق يمكن عمل نتائج في دور المجموعات صحيح. يواجه الرجاء ثم من بعده الترجي ويقدر يقدم المستويات الاداء والنتيجه اداء كولر في النوك اوتس كاداره فنيه للمواجهه الى حد كبير متميز، يعني مختلف. شايف ده تاثيره ازاي على مواجهه هو ابتدى عندنا هنا بالفوز ورايح هناك
وهو صاحب أفضلية. ده اللي دايما بتكلم عليه، انه مستر كولر عنده تعامل بشكل هادي جدا جدا جدا، هادئ جدا جدا مع المباريات النوك اوت. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بيدرس المنافس بشكل مميز جدا، يعني بشكل تفاصيل التفاصيل، ادق التفاصيل بيدرسها بشكل كبير عن المنافس. مجهز لعيبته بشكل رائع جدا جدا على الاخطاء الدفاعيه والنواحي الهجوميه لدى الفرق او المنافس اللي بيواجهه. عنده هدوء. شوف الكوتش دايما او المدير الفني اللي بيعجبني انا شخصيا، او اللي انا او حتى الناس اللي انا اتمرنت معاهم خلال مسيرتي، يعني انا مش مهم عندي بتمرن ازاي، او لان ده ممكن يعني بالاتفاق مع مخطط الاحمال، مع شويه في الـ في الـ في الـ مع المدرب العام، مع المدير الفني، يعني ممكن تمشي بشكل او باخر. ولكن كل الشغل، وده بتشوفه مع مدربين كبار في اوروبا، الكوتش ازاي بيقدر يدير المباراه، بيجهز لده ازاي وبيدير ازاي. لانه احيانا وانت بتتعامل مع منافس بيكون في تغيير للخطط، بيكون في داي اوف لفرقتك، في معظم العناصر مش موفقه، ازاي تتعامل مع ده؟ ازاي تشوف نقط ضعف فريق منافس تقدر تلعب عليها اثناء المباراه؟ ازاي يبقى عندك حضور ذهني، وازاي تقدر تعمل تغييرات عشان تقدر تغير نتيجه مباراه؟ ازاي تتعامل ده مع تغير نتيجه طبعًا المباراه اثناء طبعًا يعني اثناء احداثها فازاي تقدر تتعامل مع ده؟ الكوتش او المدير الفني المميز بالنسبه لي انا، او المتميز بالنسبه لي انا، هو اللي بيقدر يتعامل مع ده اثناء اداره المباراه، لان بيبقى ضغوط كبيره جدا يا احمد. خلي بالك خاصه في مباريات الفاصله او النوك اوت زي ما بتتكلم عنها، ان بيبقى في ضغوط كبيره جدا، ضغوط جماهيريه، ضغوط داخل الملعب، محتاج نتيجة. وبالتالي لما يبقى عندك الهدوء ده ويبقى عندك الثقة دي في النفس أولا وفي لعيبتك، أكيد مستر كولر عنده ده بشكل كبير، وقدر يتعامل مع كل المباريات اللي فاتت بشكل طيب مميز جدا. ماتش الذهاب كولر كان واضح جدا في فكرة أنه أنا هلعب جيم هجومي ضاغط على الوداد من بداية المباراة لغاية نهايتها، وهستغل أفضلية الأرض والجمهور، وهستغل كمان الفوارق اللي بين الاهلي وبين الوداد بدنيا ومهاريا. خلي بالك ده عمل كمان حمل بدني كبير جدا في اخر الشوط الثاني على طبعا اللعيبة. طبعا حسيت بده، او كلنا حسينا بده، لكن في النهايه ده كانت فكره وكانت فلسفته، وعمل ده بشكل كبير جدا. في ناس بتقول، يعني عايز اخد رايك في وجهتي النظر، ناس بتقول انه لا، هو الوداد اللي نزل يلعب بالطريقه دي، مش الاهلي اللي اكبر وداد على ان هو يلعب بالطريقه دي. مع وجهه نظر دي ولا لا؟ قبل ما اروح لانعكاس ده او تاثير ده على سيناريو ماتش بكره، لا بالتاكيد الاهلي فرض سيطرته بشكل كبير جدا، استحوذ بشكل وكان في فارق كبير جدا في الاستحواذ وفي السيطره وفي الضغط على من كل جنبات الملعب، سواء الاطراف او العمق، هجمات النادي الاهلي والفرص اللي ضاعت، كان في ضغط كبير جدا جدا على الوداد. مش بس طريقه الوداد هي اللي خلت المباراه تمشي بالشكل ده، لكن انت احيانا كمدير فني بتحاول تضغط بكل خطوطك، بتحاول تنهي المباراه بشكل اسرع، وبالتالي وصلنا بشكل كبير، يعني اضعنا فرص كتيره في الشوط الاول، في بدايه الشوط الثاني يمكن اكتر من 3-4 فرص غير الهدفين، وبالتالي انت ضغطت في كل خطوط الملعب. صحيح الوداد كان بيلعب على الهجمات المرتده، صحيح الوداد كان بيضغط في بعض اجزاء الملعب، ولكن في منتصف ملعبه او في نص ملعب الوداد لما بتيجي عندهم الكره الشمال، ما شفناش ضغط كبير على خطوط دفاعاتنا في الشوط الاول تحديدا. حتى مع بدايه الشوط الثاني، يمكن في منتصف الشوط الثاني كده، ابتدى الوداد شويه يضغط، يعني لما احرزوا الهدف او احنا بدنيا شويه تعبنا. لكن ولو فاكر احمد، احنا قلنا دايما ان الوداد عندهم ميزه كبيره جدا في نهايه الاشواط، نهايه الشوط الاول. انا فاكر انا وانت هنا اتكلمنا في النقطه دي، فاكر في نهايه الشوط الاول، نهايه الشوط الثاني. ده خلي بالك ده دايما، يعني ما هو انت لما بتدرس بتشوف الفرق المنافسه بيلعبوا ازاي. احنا كمان بندرس كده من على الوش يعني، لكن هم اكيد بيدرسوا أكيد على كل لاعب وعلى صحيح، على كل خط، على حده، عارفين يلعبوا ازاي وفين، يعني ده شغل مديرين فنيين طبعا، وفي ناس بتدرس ده بشكل كبير. وبالتالي الوداد فعلا
في اخر الشوط الثاني وفي اخر الشوط الاول لو فاكر كان ليهم هجمه مميزه جدا. لا هم لما بيوصلوا بيوصلوا بخطوة. بيمركزين يعني هو تركيز هم كمان واضح انه فان بروك مكلمهم انه الفرص في القاهره هنا هتبقى نادره الحدوث نادره طبعا يعني. يجب انها تكون في منتهى الخطوره وخصوصا انها تبقى مغامره زي ما حصل في الكره المرتده بتاعت يحيى عطيه طلال لعب فيها ووتر بولو او فولي بول دي صحيح وكانت من اغرب الفرص لان انت بتخيل انت اتنين رايح باتنين انت في اخر الشوط الثاني ورايح باتنين ومفيش في خط ضربهم غير لاعب واحد ده معناه انه فعلا كان ضاغط عليك في نهايه الشوط الثاني ودي دي دي نقطه مميزه جدا عندهم يعني في نهايه الاشواط دايما يعني ما اعرفش ده فكر مدير فني اعتقد انه لازم يكون مترتب لانه طبعا. انت بتضغط بكل خطوطك وانت مش متخوف انت بتلعب مع النادي الاهلي في القاهره ومش متخوف وبتضغط في اخر ثانيه خلي بالك احنا قلنا كمان ان من ضمن الاخطاء اللي ممكن تبقى في صالح النادي الاهلي عدم التمركز الجيد لخطوط دفاعات الوداد ودي قدرنا نروح منها من خلال الهدفين لو فاكر وكمان باكتر من فرصه يعني ثلاث اربع فرص كان في تقريبا شبه انفرادات في عدم تمركز وعدم رقابه كبير جدا توهان وسرحان لخطوط دفاعات الوداد ودي هتحصل كتير جدا جدا هناك عشان كده اعتقد بشكل كبير مصر كلها هيلعب على الاخطاء دي ظهرت عندنا في ماتش الوداد برضه يعني في كان في سوء تمركز غريب بصراحه على الرغم من صلابه الاهلي دفاعيا في المباراه في الهدف بتتكلم على هدف وفي في فرصه او اثنين تاني على ثلاث فرص بتكلم على ثلاث فرص صحيح هم وصلوا بشكل قليل لكن خطر تقدر تقول انه الثلاث فرص اللي وصلها فرص هدف مؤكد كانوا موفقين في تسجيل واحده منهم اللي هو الهدف اللي جابوه وفي فرصتين تقريبا يعني مؤكدتين ضاعوا طبعا فرصه الشوط الاول اللي شالها مصطفى شوبير مش هعتبر شوبير كان ليه انقاذ تاني برضو مميز جدا بس ما كانش فرصه هدف مؤكد لكن في كره العارضه تصدت ليها دي كانت بالنسبه لي برضو فيها سوء تمركز كبير جدا كلهم كل الفرص المؤكده او الخطيره للوداد نتيجه الكرات العارضيه وده اتكلمنا عليه برضو انه من اهم مميزات طريقه لعب الوداد هو الاعتماد على الكرات العرضيه والكرات الثابته ومميزين فيها بشكل كبير جدا يمكن حسينا كلنا كجمهور او محبين النادي الاهلي انه هي الكرات العرضيه هي الخطر حتى الكره الثانيه دايما الكرات العرضيه لما بتتلعب ومحدش من او مفيش حد من الوداد خطوط هجوم الوداد لعبها بدماغه بتبقى الكره العرضيه ثانيه او الكره الثانيه دايما متواجده ليه فمصدر خطوره بشكل كبير هي الكرات العرضيه والكرات الثابته طيب هل تتوقع بقى انه كولر يبدا بكره بنفس الطريقه او السيناريو ويستغل الافضليه بالتاكيد هو مدرك تماما لانه سفين فاندن بروك متاخر وعايز يبني خطته على انه يعوض في جميع الاحوال لازم الوداد يعوض خسارته في القاهره وبالتالي ما عندوش حل غير ان هو يهاجم حتى لو الهجوم ده اتاخر هل يبني كولر خطته على فكره الهجوم والاستحواذ والضغط ولا يستدرج ويلعب على الهجمه المرتده امتى وازاي يحط الخطه خلينا نتكلم في كل ده عندي اسئله كتيره جدا ليك بس تسمحني نروح نشوف المؤتمر الصحفي الكولر ويمكن يكون المؤتمر الصحفي الاول اللي اشوف فيه نيرف مستر مارسيل كولر عالي كده لكن خلينا نشوف طبعا في اسئله كتيره جدا بره السياق في اسئله كتيره جدا مرتبطه اكتر بالنواحي المعنويه النواحي النفسيه اكتر منها بالكوره تعالوا نشوف جزء من المؤتمر واهم الردود او الاجابات على الاسئله اللي قالها مستر مارسيل كولر ونرجع لكلامنا مره ثانيه مع كابتن اشرف مندي Ich möchte mal sagen, dass wir haben jetzt 2-1 gewonnen. Das haben wir müssen, aber wir sind Führung. أنا عايز أقول في البداية إن إحنا الماتش الأولاني إحنا فزنا وأنا بأكد تاني إحنا اللي فزنا 2-1 إحنا الفايزين وبالتالي إحنا اللي عندنا الأفضلية. Und es hat auch nicht das ganze Spiel auf den Kopf gedreht, weil wir ja immer noch führen. والهدف ده ما قلبش المباراة ولا غير أي حاجة لأن إحنا اللي كسبانين ما زلنا إحنا اللي فايزين. Und meine Spieler haben oder unsere Spieler haben schon x Spiele vor 60.000 frenetischen Fans gefeiert und gespielt. وإحنا لعبتنا عن لعبة قدام 60,000 وأكثر من 60,000 ولعبة قدام عدد كبير من الجماهير من مختلف الأندية والدول كتير وعندهم الخبرات التعامل مع المواقف زي دي. Und all die Zuschauer, die außen rum sind, die werden ja nicht mitspielen. Die werden zwar schreien und tun, aber entscheidend ist, dass unsere Spieler
da spielen, was wir ihnen vorgeben. Und das ist Fußball. Und dann werden wir sehen, wie dann das Spiel ausgeht. والجماهير في المدرجات انا وده لعيبه عارفاه كويس واحنا عارفينه كويس ما بتنزلش تلعب على ارض الملعب هي قاعده بره ممكن صوتها يبقى عالي بس شويه لكن هي ما لهاش اي تاثير على كره القدم كره القدم في ارض الملعب فقط في المستطيل الاخضر واحنا عارفين ان احنا ان شاء الله متحضرين ان احنا نتعامل مع الموقف ده ولاعيبتنا قادره انها تتعامل مع الموقف ده فما عندناش مشكله بخصوص الجمهور بالعكس ده بالنسبه لنا اجواء جميله ده بيحصل في اي فريق في العالم ان يبقى عنده لعيبه مصابه وترجع من الاصابه عنده لعيبه بتعمل اخطاء انا ممكن اقول لحضرتك كمان قائمه كبيره جدا من لعيبه الوداد اللي في الماتش الاول عملت كم اخطاء كارثيه ممكن اقول لك برده كده لكن مش هنخش في الحتت دي احنا ده جزء من كره القدم ان اللعيب يبقى راجع من الاصابه ويرجع ان اللعيب يبقى عمل الخطا وعادي وارد ودي دوري ان انا بتكلم مع اللعيبه وباهل اللعيبه كويس اللعيبه اللي حضرتك ذكرتها بالذات كمان من اكتر اللعيبه اللي عندها خبرات في النادي الاهلي وبالتالي ما بتتاثرش باي حاجه من المواقف اللي حضرتك قلتها هم بالعكس كمان لعبوا ماتشات كتير قدام جمهور في ظروف اصعب من كده بكتير فبالتالي احنا معدين فرقتنا كويس هم جاهزين وما عندناش اي مشاكل من النوع ده كره قدم كل فريق في العالم عنده مشاكل بتظهر بيبقى في غيابات بيبقى في اخطاء والمدربين بيتعاملوا مع الامور دي وانا عندي من خبراتنا اقدر اتعامل مع مواقف زي دي Ich habe noch was. Bei uns hat vielleicht, oder er hat jetzt gesagt, ein Spieler hat einen Fehler gemacht. Bei unserem Gegner haben zwei Spieler einen Fehler gemacht, sonst gibt es ja keine Tore. أضيف بس كمان حاجة، حاجة بتتكلم على إن لاعب عندنا عمل خطأ، الوداد عنده اثنين عملوا أخطاء بدليل إن إحنا جبنا جونين، فده وارد في كرة القدم. أول شيء بس أنا هذكر موقف واحد فقط من المباراة أعتقد أن حضرتك داري بكرة القدم كويس تعرف كرة القدم كويس لما يكون موقف بس لما يكون لاعب يمسك الكرة بيده وفي اثنين من منافس رايحين جوه مباشرة من نص الملعب وهو آخر واحد في الملعب ويمسك الكرة بإيده بشكل متعمد أعتقد حضرتك تعرف قواعد كرة القدم كويس زي أن دي كارت أحمر مباشر اللي ضايقني أن كان في حكم وفي اربعه بالفار والخطوط ما ادوش الكارت الاحمر فده اللي ضايقني وده الموقف اللي ضايقني. بالنسبه للموضوع حضرتك بتقول ان احنا قدمنا اعتراض، لا احنا ما قدمناش اعتراض وبالتالي بقيه السؤال كان لم يكن بالنسبه لي لان احنا ما قدمناش اعتراض اصلا على الحكم المباراه. هو في البدايه طبعا لما يعني انت كنت متقدم ومسيطر على المباراه ويدخل فيك جون في دقيقه 86 ده بيعمل بعض الاحباط والزعل وده طبيعي قعد فتره بس كده بعد المباراه لغايه اما انا على طول كان ليا رد فعل في اوضه اللبس بعد المباراه مباشره دخلت اوضه اللبس اتكلمت مع اللعيبه بشكل قوي جدا وكان عندنا اسبوع وقت دلوقتي بين المباراتين قدرنا ان احنا نعمل حاجات كتير مع اللعيبه وجلسات واتكلمت مع اللعيبه كتير لا اقدر اضمنه لحضرتك ان اللعيبه ان شاء الله بكره مستعديه 100% ان شاء الله جاهزين لمباراه الغد وهيقدموا مباراه كبيره ان شاء الله انا متاكد من ده بأكد مرة تانية ان احنا الحمد لله الماتش الاولاني احنا اللي كسبانين احنا اللي فايزين والمنافس هو اللي عنده الضغوط هو اللي محتاج ان هو يعمل اكتر واحنا ان شاء الله هنكون على الموعد بكرة وبإذن الله نحقق نتيجة ايجابية وان احنا نرجع بالكاس بإذن الله ان شاء الله ما رحناش بعيد يمكن الجزء بس اللي خدناه من المؤتمر مرتبط يمكن بالكلام اللي انا كنت بتكلم فيه مع كابتن اشرف وازاي ممكن يكون كولر بيفكر في أفضل طريقة يستخدم بيها أولا أفضلية التقدم في القاهرة ثانيا أفضلية الفرص تعادل أو مكسب الوداد ما قدموش غير أنه لازم يكسب وبالتالي ده هيحط ضغط عليه إزاي ممكن يفكر فيها كولر هل تعتقد واحد أن كولر يلعب بنفس طريقته اللي تعودنا عليها احنا شفنا له ماتشات بره وماتشات جوه ما يعني لو جبت 10 مدربين يا أشرف ولعبتهم في أفريقيا أول سنة وقلت له انت رايح تقابل بطل المغرب ورايح تقابل بطل تونس ومباراه الذهاب بره تسعه منهم هيلعبوا او هيفكروا ان هم يلعبوا جيم مقفول ويفكروا في يعني يدافع اقل خسائر يعني في اقل خسائر يعني لكن هو لعب كورته في كل الماتشات دي هل تتوقع مباراه نهائي دوري ابطال احنا بنتكلم على اهم مباراه واصعب مباراه لانه الوداد ممكن يكون افضل منافس احنا قابلناه السنه دي في دوري الابطال متوقع انه يلعب بنفس الطريقه ولا تبقى مخاطره في مباراه من النوع ده؟ لا اعتقد هيلعب بنفس الطريقه بس هيكون في شويه ادوار دفاعيه اكتر خاصه لعلي معلول ومحمد هاني يعني يمكن شويه الاطراف
تحديدا في ملعبنا هنا او في المباريات اللي بتحتاج تحرز فيها اهداف او عايز تفوز فيها بشكل او باخر، بيكون في ادوار هجوميه اكتر لعلي والمحمد هاني. بره ملعبك شويه خلي بالك انت دايما لما بتسيب الاستحواذ للمنافس في ظل انه فريق شرس على ملعبه ووسط جمهوره فاينل افريقيا عندهم طموحات كبيره جدا جدا، نفس طموحاتك تقريبا مع الفارق طبعا، لان هو يعني بيلعب على الدوري كاس الملك العرش المغربي بيلعب بطوله افريقيا، فعنده نفس الطموحات ونفس الامال انه يحقق السنه دي او الموسم ده بطولات كتيره. فاينل افريقيا بالنسبه لهم مختلف بالتاكيد، عايزين يفوزوا بيه المره الثانيه، يعني في طموحات كبيره جدا جدا، ده بالتاكيد هيعمل ضغوط كبيره جدا عليهم. ولكن في الملعب انت ما تقدرش تسيب الاستحواذ بنسبه كبيره لفريق الوداد، لانه من الفرق الشرسه، معدل الاعمار صغير، عندهم القوه الجسمانيه واللياقه البدنيه عاليه جدا، النواحي الخططيه والتكتيكيه انا شايفها مميزه وجيده مع مدير فني محترم اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت، وبالتالي ما تقدرش تسيب الاستحواذ بشكل كبير. لكن اعتقد انه هيلعب بنفس التشكيل وهو الانسب، ان كنت شايف ان ممكن يعني يكون عمرو السوليه بديل حمدي فتحي ان كان عمرو جاهز بنسبه 100%، ان حمدي المباراه اللي فاتت كان شويه بعيد ولكن قدم عليه يعني، مع شويه انه يبقى محمد هاني وعلي معلول ليهم ادوار دفاعيه اكتر شويه. لكن ما تقدرش تسيب الاستحواذ لفريق الوداد، ما تقدرش تتراجع بشكل كبير، صحيح هيكون شويه يعني من تلتين الملعب، لكن ما تقدرش تسيب كل المساحه لفريق الوداد، لانه مش هتفضل طول الوقت تدافع، واللي دايما بيدافع بيستقبل، ودي مش طريقه ابدا لا النادي الاهلي ولا طريقه مستر كولر العاديه، هو دايما بيلعب جيم متوازن. ما شفتلوش في اي مناسبه من المناسبات يعني، ما حصلش يعني انه على مدار السيزون مش هقول انه لعب جيم بالشكل ده، لا جيم بتبقى دايما مباريات متوازنه يعني فيها توازن ما بين الدفاع والهجوم، شويه بيقلل ادوار الهجوميه لبعض اللاعبين خاصه لما تبقى خارج ملعبك وانت كمان كسبان المباراه هنا وفايز 2-1 يعني متقدم بهدف، عندك افضليه في ده، وبالتالي هيكون في شويه ادوار دفاعيه شويه لمحمد هاني واعتقد علي معلول مع ثلاثي خط الوسط ديانج ومروان عطيه واذا كان حمدي فتحي او عمرو السوليه، مع طبعا بعض المساندات في مع بيرستا وان شاء الله وكهربا وحسين الشحات في الخط الهجومي. اعتقد ان التوازن ما بين الدفاع والهجوم هو الانسب، ما تقدرش تسيب ابدا مساحات وتسيب الاستحواذ لفريق الوداد لانه من الفرق الخطره، وشفنا ده في مباراه صن داونز خلي بالك عندهم هناك في مباراه المغرب، انا شفت المباراه بشكل جيد جدا وتفصيليا يعني الصن داونز استحوذ بشكل كبير جدا جدا وتقريبا ما كانوش قادرين يعني يتعاملوا مع القوه الجسمانيه واللياقه البدنيه العاليه الكبيره جدا لصن داونز والنواحي المهاريه لفريق صن داونز في وسط الملعب وفي كل ارجاء الملعب فعلا يعني، قدروا ان هم يوصلوا كتير جدا لكن ما قدروش يحرزوا اهداف. طبعا كان في عدم توفيق لصن داونز في مباراه الوداد هناك في المغرب، لكن الضغط الكبير عليهم هناك في المغرب وفي ملعبهم وفي وسط جمهورهم خلاهم ما قدروش ان هم يحرزوا اهداف، دي نقطه. ما كانش في يعني كان في هجمتين او ثلاثه بالكتير لفريق الوداد على صن داونز في المباراه دي، النادي الاهلي يقدر يعمل ده ويقدر يضغط في بعض اجزاء من المباراه، لكن انا مع تماما ان يكون في توازن ما بين الدفاع والهجوم وما يكونش ابدا في ترك مساحات وترك الاستحواذ لفريق الوداد. طيب مهم جدا ويمكن طبعا ما فيش شك يعني خلينا نبقى متفقين عشان كل حد ياخد حقه ان شوبير قدم مباراه كبيره جدا، وانا بعتقد الماتش ده هو شهاده ميلاد شوبير مصطفى طبعا لجماهير نادي الاهلي، واعتقد انه اذا كان في حد كان عنده شك انه شوبير بيلعب عشان اسمه شوبير او انه شوبير ممكن يكون كرقم او كعدد هو مكمل لثلاثي حراس المرمى في النادي الاهلي، فاعتقد بعد ماتش الوداد الفكره دي اتغيرت 180 درجه، والنهارده الناس بتتكلم او بتراهن على مصطفى شوبير كواحد من اهم حراس المرمى مش في مستقبل النادي الاهلي في مستقبل الكره المصريه. لكن ما فيش برضو شك انه عوده الشناوي في التوقيت ده وجاهزيته بكره، لانه الشناوي بشوف انه بالاضافه كونه طبعا حارس مرمى متميز جدا وامكانياته لا خلاف عليها، لكن بشوف كمان انه دوره في الملعب كقائد وكواحد صاحب خبرات كبيره جدا مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي في مباراه زي دي هيكون مفيد جدا ومهم جدا في مباراه بكره. قبل ما نتكلم على دور الشناوي والكباتن الكبار يا اشرف، خلينا نروح نشوف جزء برضو من المؤتمر الصحفي ونسمع الشناوي قال ايه. طبعا احنا
عارفين ان مباراه قويه ومباراه صعبه جدا. احنا كان عندنا ماتشين، الماتش الاولاني خلص في مصر خلاص احنا نسينا المباراه الاولانيه، ودلوقتي بنفكر في المباراه الثانيه، وان شاء الله زي ما الكوتش قال احنا حضرنا بشكل كويس جدا للمباراه، وان شاء الله يبقى التوفيق معنا بكره ان شاء الله، ونرجع بالكاس ان شاء الله للقاهره. اكيد طبعا المباراه الاولانيه طبعا مصطفى طبعا قدم مباراه قويه جدا، واي حد بيبقى في النادي الاهلي بيلعب في النادي الاهلي بيبقى قد المسؤوليه، انا او علي او مصطفى طبعا، يعني هو ابن كابتننا الكبير كابتن احمد شوبير طبعا، اللي احنا نتعلم منه ونتعلم منه كل حاجه في الادب والاحترام واللعب طبعا. وشي مصطفى شوبير بالنسبه لنا يعني هو اخونا الصغير، وهو كان يعني قبل الماتش اتكلمنا معاه انا وعلي اتكلمنا معاه، وطبعا هو عمل ماتش كبير، وان شاء الله ده يعني اقل حاجه يعملها واللي جاي افضل ليه، ربنا يكرمه ان شاء الله. اكيد طبعا احنا بنفكر في ماتش بكره، ما نفكرش في الماتش اللي فات، احنا خلاص الماتش ده كان ماضي، احنا دلوقتي بنفكر في بكره. اللعيبه كلها يعني بقى لنا فتره كبيره الحمد لله بنلعب، لعبنا كتير في المغرب ولعبنا لسه لاعبين من شهرين هنا في المغرب برضو. بالنسبه لنا اللعيبه كلها اتحطت في الموقف ده، وهي عارفه يعني ايه اللعب في المغرب وسط الجمهور الجميل اللي احنا بنلعب فيه، بنكون مستمتعين اللي احنا بنلعب في الجمهور بين الوداد بين الرجاء بين اي حد، احنا بنكون مستمتعين حتى في ارضنا برضو بنلعب في وسط جمهورنا بنكون مستمتعين. اهم حاجه في الاول وفي الاخر نطلع نعمل مباراه قويه، مباراة تبقى مستمتعة للجماهير، وتبقى زي كوتش ما قال تبقى مباراة مميزة للكورة، دي أهم حاجة. اللعيبة مستعدين بشكل كويس، هم عارفين يعني إيه أهمية المباراة، وإحنا بالنسبة لنا عارفين قيمة المباراة، إحنا بنلعب نهائي أفريقيا. طبعا الماتش أو ماتشين ده بالنسبة لنا إحنا بقالنا فترة كبيرة بنلعب ماتشين بس، هي نسختين بس اللي لعبنا مباراة واحدة. طبعا بالنسبه لنا اللعيبه فاهمه الكلام ده، واحنا بنتكلم معاهم وعارفين قيمه المباراه، واحنا خلاص خلصنا الشوط الاولاني، وان شاء الله بكره ربنا يوفقنا ونرجع بالكاس ان شاء الله. مش عارف صراحه السؤال بس تمام، يعني اكيد اي لعيب بيبقى موجود في القائمه بيبقى موجود هنا في المغرب بيبقى يكون جاهز، طبعا دي الرؤيه الفنيه بتاعه الكوتش، طبعا احنا كلنا جاهزين، القائمة كلها ال 24 اللي موجودين كلهم جاهزين، اي حد يكون موجود هيقدم دوره بشكل كويس جدا. برضو انتوا بتحبوا تتكلموا في الماضي، انا مش عارف ليه، احنا عندنا ماتش بكره تمام، واحنا كاسبين الماتش اللي فات تمام، يعني انا بدايه كلامي اصلا احنا نسينا الماتش اللي فات، انتوا بتفتكروا ماتش من سنه تمام، انا عندي ماتش بكره، الفرقه كلها مركزه ماتش بكره، ان شاء الله هنرجع بالكاس ان شاء الله. هو بصرف النظر على السؤال يعني جاي واضح ان الاسئله كلها يعني بره يعني في محاولات للاستفزاز او في محاولات للخروج بره الموضوع او في محاولات لتصدير مشاكل، حتى في سؤال كولر عن علي معلول والكلام على علي معلول. علي معلول لعيب كبير جدا يا جماعه، وجمهور النادي الاهلي كله بلا استثناء، اشوف انا يعني دايما باخد حذري جدا وانا بتكلم باسم الجمهور، لانه طبيعي يبقى في اختلافات في وجهات النظر طبيعي، فما اقدرش اعبر عن جمهور النادي خصوصا كلام على ملايين عشرات الملايين ما ينفعش اقول، لكن لما اقول علي معلول انا واثق ان كل جماهير النادي الاهلي ثقتها كبيره جدا في علي معلول، وحتى لو كان اخطا ومفيش، انا بالنسبه لي مفيش خطا فردي في كره القدم، في خطا يتحمله، يعني انت لو شفت القصه من اولها هتلاقي مجموعه اخطاء كتيره تسببت في هدف، فما ينفعش علي معلول لوحده يتحمل مسؤوليه. واعتقد انه احنا رايحين لمباراه بكره مش المفروض ان احنا نسال اسئله ليها علاقه بماتشات اللي فاتت، وما اعتقدش انه كان في اسئله المدير الفني للوداد على الاخطاء الفجه اللي عملها لعيبه الوداد في كل المباراه، مش بس في اللقطتين بتوع الاهداف بتوع النادي الاهلي، صح ولا يعني دايما المتواصل فيها بيكون فيها بعض الاسئله المستفزه شويه، لكن انا شايف حمسه كولر والشناوي يعني ردود بشكل هادئ و يعني الناس عارفه الهدوء ده، الهدوء ده كمان بيعكس انه مفيش حاله توتر. صحيح، يعني انت عارف الانسان لما بيتوتر او مشحون او مشدود وحد بيديله حاجه هو مش متوقعها او حاجه مستفزه ممكن جدا يخرج بره شعوره. الخبرات يعني الخبرات دايما بتفرق في مدى توترك، انت بتتوتر قد ايه قبل مباراه فاصله زي دي، يعني فاكيد الخبرات الكبيره لمستر كولر والخبرات الكبيره للشناوي بالتاكيد فرقت كتير جدا في هدوءهم واستقبالهم للاسئله المستفزه دي. طبعا يعني مش هقدر اضيف كتير على مصطفى شوبير، لانه الحقيقه فاجئني بشخصيه لانه انا دايما بالنسبه لي يعني كلاعب الحارس والمهاجم الاثنين دول تحديدا لازم يكون
صاحب قرار، لازم يكون شخصية مختلفة عن باقي اللاعبين. طبعا كل اللاعبين يعني كل واحد ليه دور وليه شخصية، ولكن شخصية حارس المرمى وشخصية المهاجم لازم تبقى مختلفة شوية، لازم يكون فيها شوية عقلية مختلفة، صاحب قرار وصاحب رأي وفيه هدوء وفيه. مصطفى الشوبير حقق فريق ريال مدريد، وانت بتتكلم على ده وبتقول الحارس والمهاجم، جه في دماغي على طول تشامبيونز ليج اوروبا. بس السنه اللي فاتت ريال مدريد جابت البطوله بتيبو كورتوا وكريم بنزيما، صحيح صحيح، يعني معاهم فرقه تقريبا فاضيه يعني صحيح. وكل اوروبا دهستهم، ومع ذلك بنزيما وتيبو كورتوا جابوا اللقب وفينيسيوس طبعا كان برضه مؤثر، بس يعني بيفرق. وبالتالي مصطفى الحقيقه فاجئني بشكل كبير جدا بشخصيته، بهدوءه، بتعامله مع المباراه فاينل افريقيا امام كل هذا الجمهور لاول مره في حياته في مباراه زي دي. بالتاكيد كابتن شوبير كان ليه دور، بالتاكيد زمايله ونجوم النادي الاهلي كان ليهم دور، الجهاز الفني ومستر ميشيل يانكن طبعا بالتاكيد كان ليه دور، ولكن تبقى في النهايه شخصيه اللاعب، شخصيه مصطفى شوبير اللي فرقت كتير جدا جدا. وعايز اقول لك وتاكيد يمكن انت عارف يا احمد ده، لكن بعض جماهير النادي الاهلي ما تعرفش ان مصطفى شوبير داخل غرفه الملابس يعني واحد من الاكثر الناس المحبوبه داخل غرفه الملابس وسط اللاعبين. دي الشخصيه اللي بتخلي الكل بيتمنى له انه يبقى كويس ويبقى بهذا الشكل في فاينل افريقيا. كمان تعامل الشناوي مع تألق مصطفى شوبير بهذا الشكل وعلى لطفي، يعني اعتقد ان دي الروح اللي موجوده في غرفه ملابس النادي الاهلي، ودي الروح اللي دايما بتجيب نتائج مميزه وتجيب بطولات. فيعني كل التوفيق ليهم الفتره الجايه ايا كان، والاول مره لاول مره انا النهارده. بس انا بتهيألي كمان انه يعني زي ما كنت بقول قبل ما نسمع كلمه الشناوي في المؤتمر، انه الشناوي كمان عنده الشخصيه اللي تقود فريق النادي الاهلي في مباراه بالحجم ده بره الارض بكره جوه الملعب. مصطفى يعني الثلاثه الحقيقه يقدروا، اي حد منهم يقدر، لكن عايز اقول لك انه يعني من فترات طويله. انا بتكلم حراسه مرمى اشرف، انا بتكلم على قائد جوه الملعب يقدر يتعامل طبعًا مع اي سيناريو طبعًا صعب. يعني وارد جدا انك بدري تستقبل هدف من الوداد. هل ده معناه انه القصه انتهت؟ اكيد طبعا. محتاج اولا توقف فرقتك على رجليها وتلعب بالجيم كانه لم يكن. دي كمان نتيجه جديد. الخبرات اللي انا اتكلمت عنها، ان لعيب النادي الاهلي انت بتتكلم في اربع، يعني هذا الجيل اربع فاينل افريقيا في مظبوط في الفتره اللي فاتت، في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، وبالتالي في الاربع سنين اللي فاتوا، وبالتالي في منهم لعبوا ستة، في منهم لعيبه لعبوا ستة صحيح، لكن ستة يعني معظم الجيل لعب اربع نهائيات، حصل منهم الحمد لله على اثنين، ان شاء الله تكون الثالثه باذن الله بكره. من فترات طويله لاول مره الناس مطمنه لحراسه المرمى في النادي الاهلي، انه اي حد هيلعب المباراه انت مطمن ومرتاح. وبالتالي الحمد لله يعني ده فضل كبير يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للجهاز الفني وجاهزيه ال 24 لاعب اللي موجودين في المغرب النهارده. يعني مستر كولر في المحاضره الاخيره، واحد طبعا احنا كنا بنتكلم على الخطه او الطريقه اللي هيلعب بيها، هل شايف انه الخطه في ماتش زي ده او الطريقه او التشكيل يبقوا في اللحظات الاخيره، الراجل يتفرج يتمرن يشوف لعيبته ياخد قراراته بشكل يعني مفاجئ للعيبه نفسهم في النهايه، ولا الافضل انك تبقى محضر الناس اللي هتلعب من بدري وتقول له انه انا باني الخطه عليك وانك هتكون موجود، ولا يحمس كله او يسيب كله داخل في دايره المنافسه ويختار بقى متاخر؟ يعني بنسبه كبيره جدا جدا يعني الناس اللي هتلعب خلاص عارفه، ومستر كورة عارف مين هيلعب وبالتاكيد، لكن مش متقال ده مش بيتقال يعني بشكل كبير، بيسيبها طبعا لاخر وقت يعني نتيجه مدى التوتر. في بعض اللاعبين احيانا بيحصل لهم توتر يعني مفاجئ، لا قدر الله اي حاجه مفاجاه، ولكن بشكل او باخر كل الناس تبقى عارفه مين هيلعب مين متواجد. الفترة دي مع جاهزية كل اللاعبين دول ما شاء الله، يعني ربنا طبعا يعني ان شاء الله ما بيبقاش بنحسد يعني الحمد لله، لكن الحمد لله الكل حاسس انه ممكن يؤدي وممكن يبقى ليه دور. في ناس كتيرة بتتكلم انه تغييرات مستر كولر شوية يعني بقت محفوظة او في ثبات شوية في التغييرات، انه لاعب ثلاث اربع لاعبين هو اللي بيغير، لا
اعتقد ان الكل النهارده في النادي الاهلي بكل المجموعه اللي موجوده الكل حاسس انه ممكن يتواجد في اي وقت في اي وقت من المباراه، ممكن النهارده بعيد خالص بره ال 18 بكره يبقى اساسي في المباراه. ايوه عامل لنا مفاجآت كتير السيزون ده، مفاجآت كتيره جدا. بكره ماتش مفاجآت لا ولا بكره ماتش لا بكره مباراه بعيده عن المفاجآت تماما. مستر كورة اكيد محضر بشكل كبير جدا، لاعبين اللي هيلعبوا جاهزين بشكل كبير، 11 اللي هيلعبوا معروفين تماما وعارفين كويس قوي انهم هياخدوا المباراه هيلعبوا، لان انت محتاج كمان تحضر نفسك يعني المباريات الفاصله اللي زي دي، فاينل افريقيا اكبر بطوله في افريقيا، انت محتاج تبقى مجهز نفسك بشكل صحيح. كبير. مين بتقلق منه في الوداد يعني من الماتش الاخراني؟ سيبك من التاريخ، ما تقوليش بقى يعني لعيبه كانت كبيره او لعيبه كانت مؤثره، انا عايز ماتش يعني مين حسيت انه لعيب خطير، لعيب بيجي مفتاح لعب لازم يتقفل عليه من الاول، وبالذات لما يكون بيلعب على ارضه وسط جمهوره. شوف يعني سامبو انا قلقان منه جدا من مباراه الذهاب هنا، المهاجم الافريقي، لانه هو يعني هو هداف الفرقه، لكن بغض النظر عن انه هداف الفريق، هو تحركاته كتيره جدا ومزعجه وبيفتح مساحات كبيره للي جايين من الخلف، خاصه في مباريات الوداد في المغرب. هتشوف انه تحركاته كتيره جدا جدا، مزعج بشكل كبير. الكرات العرضيه تقريبا بنسبه 80-90% هو اللي بياخدها، بيصنع فرص كتيره جدا لزمايله، وبالتالي هو بالنسبه لي لاعب مزعج جدا جدا يعني. يحيى عطيه الله طبعا من اللاعبين المميزين جدا، اعتقد اناجم الفتره الاخيره مع الوداد نسخه مختلفه تماما عن لما كان متواجد هنا في مصر، خاصه في الجزء الاخير من المباراه. يعني تقريبا خط دفاع المغرب او خط دفاع الوداد المغربي في الكرات العرضيه كله مميزين جدا جدا في الكرات الثابته، سواء الكورنر او الكرات الثابته من خارج منطقه الجزاء. يعني ايمن حسوني كمان من اللاعبين اللي عندهم خبرات كبيره جدا وبيقدر يصنع الفارق فعلا، بيصنع فرص كتيره جدا جدا لزمايله. هادي من اللاعبين اللي عندهم هدوء كبير جدا في وسط ملعب الوداد المغربي. في اكتر من لاعب، ولكن يعني انت بقى وادائك داخل الملعب هتقفل على الناس دي ازاي، على اللاعبين دول ازاي. اعتقد ان شاء الله مستر كولر مجهز بشكل كبير جدا ازاي يقدر يقفل يعني مصدر خطوره الوداد المغربي. تعالى نتخيل انه الفرقتين بالنسبه لبعض يعني كتاب مفتوح. يعني كولر قرا الوداد وشايفه فعليا في الملعب وواجهه في مباراه يعني تقيله، ما هياش دور مجموعات وما هياش دور تمهيدي، دي مباراه نهائي دوري الابطال بالظبط كده. فشاف يعني شاف الفرقه واتفرج عليها واعتقد انه هو قال ده، انه شاف اتفرج على المباراه دي مره واثنين وثلاثه واربعه، واعتقد سفين فان مبروك عارف الاهلي من زمان طبعا، مش من دلوقتي. فالفرقتين كتاب مفتوح. تعال تخيل سيناريو ماتش او مباراه شطرنج بين فان مبروك وبين مستر مارسيل كولر من البدايات، تتعامل ازاي من البدايه وحط المباراه. في اعتبارك انه مارسيل كولر الى حد كبير هو الاهدى طبعا، والى حد كبير هو اللي معاه الافضليه، يعني هو بلغه الكره راكب في بدايه المباراه مع صفاره الحكم. انا كسبان 1-0 انا تمام يعني بالظبط كده انا تمام. التوتر او الضغط اللي عند سفين فاندروب عند الوداد مع سفين فاندروب لانه محتاج يعوض، كل واحد هيرسم او هيران على ايه في المباراه يا اشرف؟ يعني ابتدي بالوداد الاول، احنا اتكلمنا على الاهلي كتير، خلينا نبتدي بالوداد. الضغط الضغط على النادي الاهلي في البدايه، اتوقع انه يبدا ضاغط مليون في الميه. الوداد المغربي هيضغط من بدايه المباراه، هيستغل الطاقه اللي بيستمدها من جمهوره في بدايه المباراه، هيضغط على النادي الاهلي بكل خطوطه بالتاكيد. اعتقد انه يعني المباراه شايف انها هتكون من عند الوداد طبعا، الكرات الطويله والعرضيات، خلي بالك الكرات الطويله دي خطر جدا للوداد لانه عنده سرعات. معظم طريقه لعب الوداد كمان من على الاطراف، لو لاحظت في المباراه اللي هنا وكل مباريات الوداد خلال الموسم، انا اتفرجت على مباريات كثيره جدا للوداد، بيعتمد بشكل كبير جدا على العرضيات وعلى الاطراف. في الكرات الطويله بيعتمد على سامبو المهاجم، ودايما الكره الثانيه يعني بيطلع وبيحطها لاي حد من الناس اللي جايه من الخلف.
دي طريقه لعب الوداد في كل مبارياته تحديدا، ولكن اعتقد في بدايه مباراته مع النادي الاهلي في فاينل افريقيا وانت محتاج انك تعوض خسارتك بهدفين لهدف هنا، هيكون الضغط، هو بيتهيالي الضغط الكبير جدا على النادي الاهلي. انه هو بيتكلم معاهم في المحاضره، اعتقد يعني انه اول حاجه هيقولها او هيركز عليها اهم من انه يسجل هدف انه ما يستقبلش. طبعا يعني هو هيبقى مهم جدا يوصل له فكره انك هدف، طبعا انت لو استقبلت هدف من الاهلي، انا قلت مفتاح فوز ومفتاح تتويج الاهلي بالماتش ده انه يسجل هدف مباشر. صحيح، ولو قدرنا ودي من اهم النقط اللي لازم يلعب عليها مستر كولر، لانه في ظل انك يعني الضغط الكبير جدا للوداد، انت عندك سرعات مميزه جدا سواء لبيرستا او الكهرباء، كمان حسين الشحات وانطلاقاته ومهاراته الحياه وتالقه الفتره الاخيره، اعتقد انك ممكن في ظل الضغط الكبير جدا وعدم يعني انت شفت هنا في مباراه الوداد في اخر دقائق من المباراه دقيقه 80 و86 انت بتشوف فريق الوداد ما فيش غير لاعب واحد في خط وسط ملعب الوداد، ده كمان كان في خط وسط ملعبنا احنا كمان. مظبوط، يعني عندهم فاضي. شوف عندهم توهان وسرحان غير طبيعي، وده اللي بتكلم عليه دايما، انه فريق الوداد مميز جدا ولكن عندهم مشاكل كبيره جدا جدا في خطوط دفاعاتهم. أيوة. بينسوا، بيسرحوا، في حاله توهان، في عدم رقابه، في عدم تمرك السليم. ده اعتقد بشكل كبير جدا مستر كولر هيقدر يلعب عليه بشكل جيد. أيوة. خاصه ان عندك اللي يقدر ينفذ فكرك ده سواء من خلال السرعات او الانطلاقات. طيب الطريقه دي او السيناريو ده هو اكتر سيناريو متفق عليه، يعني اكتر الناس شافت انه الوداد هيبدا المباراه ضاغط طبعا ضغط. من بدايته تمام. هل هنا بقى رد الفعل يعني اذا كان ده التحرك الاول لفاندن بروك، فايه رد الفعل من مارسيل كولر، او مارسيل كولر هيبني خطته او حركته ازاي؟ هل تتوقع انه وبالذات في خط الهجوم خط الهجوم تركيبه الامثل انه يلعب بالاسماء القاهره هنا، فيبقى بيرسي تاو، حسين الشحات، وفي القلب كهربا، وفي ناس بتشوف انه لا كهربا ورقه على الدكه مهمه جدا ممكن استخدمها في اي وقت من الاوقات، وخصوصا لو قدرت احقق تقدم كهربا ممكن يبقى مفيد جدا في وقت زي ده، فالتركيبه الامثل تبقى نفس التركيبه بيرسي تاو، حسين الشحات، بس يبقى في العمق محمد شريف عنده سرعات وعنده ذكاء كبير جدا في التحرك، ففي المساحات والسباقات هو ممكن يكسب. وفي ناس ثالثه بتقول لا انا هبدا ببيرسي تاو في القلب واحط حسين الشحات على اليمين او الشمال ومعاه اما طاهر اما عبد القادر. اي السيناريوهات امثل او افضل بالنسبه لك؟ شوف لا اشك في اي لاعب او قدرات اي لاعب من اللي اتكلمت عنه. لا انا بتكلم على الطريقه الانسب. خليني اقول الطريق اللي انا شايفه من وجهه نظري. يعني انا شايف من وجهه نظري انه يلعب بنفس التشكيل، لانه نفس التشكيل ليه؟ اولا بيرستي وحسين شحات وكهربا بقى في كيمستري غير طبيعي، يعني في انسجام وخلاص حافظين لعب بعض. انت الفتره الاخيره اعتقد ان هم اللي بيحرزوا، هم اللي بيصنعوا لبعض. يعني بيرستا والكهرباء او حسين شحات لبيرستا او لكهرباء، هم الثلاثه خلاص بقى في يعني انسجام بشكل كبير جدا. في تخوف كبير جدا 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 من خط دفاع الوداد من الثلاثي ده. فما تشيلش من اهم كبير جدا من على خط دفاع الوداد، لانه انت هتلاقي اندفاعات كبيره جدا. مش تشكيك في قدرات شريف ابدا على الاطلاق، كلنا ثقه في اي حد في موجود في النادي الاهلي، ولكن اعتقد انطلاقات كهربا كمان وثقته الكبيره جدا الفتره الاخيره، بيرستاو مع حسين الشحات وانطلاقاتهم وتميزهم الفترات الاخيره في صناعه الاهداف واحرازها، لا انا شايف الثلاثي ده في انسجام وفي مصدر خطوره كبير جدا جدا على الوداد، وكمان في نسبه تخوف كبيره جدا جدا من خط دفاع الوداد من هذا الثلاثي. انت هتشيل من على قلوبهم شويه هم لو لعبت او غيرت بالتشكيل. ما تنساش كمان ان كهربا عنده انطلاقات كبيره جدا، يعني لو كنا بنتكلم على انطلاقات شريف صحيح في العمق ومميزه جدا، لكن كهربا كمان بيعرف يعمل ده بشكل جيد الفترات الاخيره. تمام. خليني اخدك لخط دفاعنا احنا والتعامل مع واحد الكرات العرضيه بشكل عام اللي بيعتمد عليها زي ما احنا قلنا من شويه، والتفوق الالعاب الهوائيه اللي موجود نوعا ما واللي حسينا بيه عند سامبو هنا في القاهره.
دور مهم جدا لخطوط الدفاع. منعم وياسر برضو طبعا. منعم وياسر متولي لا خلاف عليه، ولكن يعني نظرا شويه لتميز ياسر ابراهيم مع محمد عبد المنعم في الكرات العرضيه او الكرات العاليه، اعتقد انه هيكون ياسر ومحمد عبد المنعم. مهمه جدا، لانه انت محتاج مش بس تبقى عندك تميز في الجامبنج او في التوقيتات، في الرقابه كمان، لان في يعني لو شفنا الهدف اللي احرز فينا، ما هو من كره عرضيه صحيح مش عاليه، انت لما لكن كنت بتلعب كان اكيد بيبقى فيه ليك تكلفه واجبات دفاعيه، خصوصا في العاب الهواء والكره العرضيه كنت لازم بترجع عشان تبقى مكلف. طبعا طبعا بتبقى مكلف بده، مكلف بده سواء اثناء المباراه او الهجومي. عندنا ما حدش فيه قوي العاب هواء شويه، لا يعني مش شايف ان لا حسين ولا كهربا ولا بيرستا وللاسف. وحتى لو حطيت البدايل محمد شريف او عبد القادر برده ما لهمش قوي في قطعه دي، لازم يكون في ليها تمرين، لان انت محتاج برضو احيانا زيادات عاديه في بعض الاوقات المباراه، بيكون ضاغط ب 10 لاعبين او 7 8 لاعبين على الاقل داخل منطقه الجزاء، انت بتبقى محتاج بعض اللاعبين شويه عندهم القدرات دي، ودي حاجه تصب في مصلحه السوليه بمناسبه كلامك. يعني السوليه واحد من اللي بيجيدوا الحقيقه. صحيح. انت محتاج اطوال، ومحتاج بس مش اطوال وجامبنج، لا محتاج توقيتات، ومحتاج ازاي حد يعرف يراقب وتمركز ورقابه لصيقه وتمركز سليم. الحاجات دي مهمه جدا. اعتقد ياسر ومحمد عبد المنعم ان شاء الله عندهم قدرات كبيره جدا، وان شاء الله يكونوا موفقين في ده، لانه يعني لو فاكر هدف الوداد كويس هتلاقي انه يعني كان في توفيق كبير انها تلمس سامبو وتروح للراجل، لو لمستش سامبو ما كانتش هتروح لبهريرة بهذا الشكل في التوقيت ده. لكن انت محتاج رقابه طبعا بشكل جيد، محتاج يبقى عندك روح غير طبيعيه. مباراه انا شايف انها هتكون لهذا الجيل نقلة كبيرة جدا جدا في حياتهم. الصدفة احيانا بتكون انك في جيل بيقدر يحقق 3-4 بطولات لافريقيا. اعتقد الناس شايفة قد ايه ان كان عندنا جيل حقق البطولات دي النهارده، لغاية النهارده يعني بنتغنى باسمائهم. حقيقي. كلنا حافظين اسمائهم، حافظين قد ايه حفروا في الصخر عشان يحققوا لنفسهم وللنادي الاهلي ومنتخب مصر. طبعا جيل النادي الاهلي ده حقق لمنتخب مصر كتير جدا، وبالتالي انا شايف ان الحظوظ اتيحت ليهم ان هم يحققوا يعني فخر ليهم وتاريخ كبير جدا جدا ليهم. محتاجه طبعا روح، محتاجه قتال كبير جدا جدا مع الفنيات اللي اتكلمنا عنها يا احمد، ان عندك رقابه ولصيقه وعندك تمركز سليم وعندك يعني روح كتير كبيره جدا جدا في المباراه دي. على مدار مشوارك في وانت بتلعب يا اشرف، هل في مدير فني؟ هل في محاضره؟ هل في ورشه عمل؟ هل في اي مسمى من المسميات علمك او اتكلم معاك او طورك في حته ازاي تتعامل مع التحكيم؟ شوف، ولا دي خبرات انت يعني اكتسبتها، ولا كل لاعب وشخصيته، ولا لا، هو دايما في النادي الاهلي تحديدا، خلينا متفقين يعني ان في النادي الاهلي تحديدا احنا طول عمرنا، يعني انا لعبت من ناشئين النادي الاهلي لغايه ما وصلت للدرجه الاولى، انا عمري ما كان عندي تعليمات غير اني ماليش دعوه بالحكم. ايا كان قرار الحكم ما تتدخلش. انت متخيل مهما كانت الضغوط قد ايه؟ فاللي بيدخل هو مدير الفني او مدير الكوره او الاداري، هو اللي بيدخل. لكن في الفترات الاخيره بقى في خبرات كبيره جدا داخل الملعب، بقى عندك يعني بتكلم على السوليه مثلا او على الشناوي او على اسماء داخل الملعب بقى عندها خبرات تقدر احيانا تخفف الضغط شوية على لعبتها من خلال الكلام مع الحكم، طبعا بكل احترام وكل احترافية في ده. يعني أنا شايف أنه دايما لما بتشيل التركيز مع الحكم تركيزك بيكون داخل الملعب بس، بيكون أفضل بشكل كبير. بس في أوقات كتير جدا في فرق مع الحكم بقت بتعرف لا في فرق بتاع مش عايز خاصة شمال أفريقيا، يعني ما تصلش لدرجة الإرهاب، يعني ما تصلش لفكرة أنه إرهاب الحكم، لأنه ما فيش حكم برضو يعني مهما كانت انواع الضغوط، لكن الى حد ما نوعا ما بتاثر. يعني لما اكون بتكلم على مستوى نهائي دوري الابطال، هل في شك انه دي اهم مباراه بالنسبه لكل انديه افريقيا؟ اصعب واهم مباراه مفترض يكون فيها الافضل. فلما يكون الافضل ده اشوف ليه اخطاء كارثيه،
انا هو كولر اتكلم على التحكيم ويمكن قال ان هو طبعا في حاجات كتير جدا احنا ما كناش راضيين عليها، ورغم كده الاهلي لم يعترض وهو اكد على القصه دي. صحيح. لكن اللي عايز اقوله انه من الوارد جدا يعني اكتر ملف سيبك بقى من الجمهور والارض والاعلام والصحافه واللي قبل والفندق، الكلام ده بالنسبه لي انا متاكد مش هياثر في نتيجه المباراه بشكل. الحاجه الوحيده اللي ممكن تاثر بالنسبه لي في نتيجه المباراه هو التحكيم. وانا كمان متخوف من ده، يعني انا متخوف بشكل كبير من فواحد عايز اتفاداه، يعني واحد عايز اتفاداه، اتفادى انه يكون مؤثر، ثانيا بمعنى انه اتفادى انحيازه، اثنين ازاي اقدر امنع الطرف الثاني او الخصم الثاني خصوصا في وجود جمهور معاه انه يحط الحكم تحت ضغط. شوف هو المفترض في الفترات الاخيره دي والسنين الاخيره الفار يعني سهل مهمه التحكيم بشكل كبير جدا. مباراه القاهره انا مش يعني انا لغايه دلوقتي مش قادر اصدق وانت كان عندك ان الراجل اللي ياخد الكوره بايده وفي اثنين مهاجمين للنادي الاهلي رايحين منفردين والراجل ما يطردش. يعني عدت ازاي على الحكم والمساعدين والفار ازاي يعني في حاجات كانت فجه يعني دي منها يحيى عطيه الله والهاندبول اللي هو طبعًا. وفي ضربه الجزاء بتاعه حسين كانت فجه، لكن كان في حاجات تانية بالنسبه لي بحس ان الحاجات الصغيره دي اللي ما حدش بيعرف يمسكها تقدر قوي تضغطك تقدر بتخلي اللعيبه تطلع بره تركيزها. يعني في كعان واضحه يعني ضرب بالكوع واضح، في فاولات تاكلينج او ضرب في الرجل بيعديها وفي نفس الوقت هناك ناحيه تانية تحس ان في لمسات خفيفه طفيفه كده بتلاقي الصفاره طلعت على طول. دي احترافيه التحكيم في طبعا لما يكون حكم عنده خبرات كبيره بيعرف ازاي يتعامل مع المباراه دي، لو عنده اتجاهات معينه يعني ازاي يضغط فريق ويعلي فرقه تانية على فريق منافس. لا يعني في طبعا خبرات كبيره لبعض الحكام اللي للاسف بيبقى عندهم توجهات، لكن ان شاء الله يعني اتمنى ان شاء الله ان التحكيم يكون يعني فير بشكل كبير في المباراه دي، لانه فاينل افريقيا بالتاكيد العين عليه مهمه جدا. كان في اخطاء صحيح المباراه اللي فاتت ونادي الاهلي الحمد لله اتعامل معاها بشكل احترافي كبير جدا جدا، ما كانش في اعتراض حتى ما بعد المباراه، لكن المباراه اللي هناك بالتاكيد هيكون فيها ضغوط كبيره جدا وهيكون فيها ضغوط نفسيه كبيره جدا جدا على لاعبتنا، محتاجه طبعا نوعيه معينه من التعامل، محتاجه خبرات كبيره، محتاج اللعيبه الكبيره يكون عندها خبرات كبيره في التعامل مع الحكم ومع القرارات التحكيميه ومع لاعبتنا عشان ترفع عنهم شويه الضغوط. الضغوط هناك هتبقى كبيره جدا سواء من الجمهور او حتى احساسك بالمباراه. مباراه فاينل افريقيا يعني التواجد فيها واحساسها لوحده بيدي لك توتر وضغوط كبيره جدا، فاتمنى ان شاء الله ان لاعبتنا يكون شويه عندها التوتر بعيد او قليل عشان يقدروا يتعاملوا شويه مع هذه المباراه ومع القرارات التحكيميه يعني. طب انا هاخد من كلامك واتكلم على الضغوط شويه وهرجعك نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي الصفاقسي، تعادل هنا 0-0 وكانت اغلب الاراء بتقول انه احنا رايحين واللقب صعب او صحيح. بعيد على الاهلي. الصفاقسي في الوقت ده كان فرقه من الفرق الثقيله مميزه جدا حقيقة جدا كان جيل كان مميز جدا في التوقيت ده، ورحنا يعني عملنا اللي الناس قالت عليه في الوقت ده مستحيل، ونفس القصه دي اتكررت مره تانية مع الترجي ورحنا وخدنا كاس افريقيا في رادس. اكيد الاهلي هو رايح على المشوار او المباراه الجوله الثانيه اللي بره الارض دي وهو مش محقق نتيجه هنا كبيره قوي يعني كبيره قوي او نتيجه مطمئنه يعني مخليه مرتاح وهو رايح هناك، بيبقى في تحضير لكل السيناريوهات. انا احنا كنا متفقين ان الاهلي بكره هيبدا هو اللي معاه الافضليه، هو الافضل من حيث الفرص وهو الافضل من حيث النتيجه والاكثر هدوءا يعني، ولكن لو حصل التحول او اللي حصل لا قدر الله ان السيناريو اتبدل وان احنا اللي بقينا مكان الوداد، يعني تسجيل الوداد لهدف يدي له هو الافضليه صحيح ويدي له هو الناحيه المعنويه ويصدر لك انت التوتر ويبقى انت اللي محتاج او عليك انك انت تعوض. ده يحصل ازاي؟ يعني فكره انك انت تحضر لعبتك للسيناريو الأسوأ وازاي يقدروا يرجعوا فيه من بعيد. طب بالتاكيد مستر كولر بيتكلم في ده يعني ما هو ده طبيعي الجهاز الفني اكيد ده السيناريو هيتحط في اكتر من سيناريو المباراه. ازاي تقدر ترجع؟ دي بترجع طبعا ترجع في نتيجه مباراه ان شاء الله لا قدر الله يعني ما يحصلش ده، لكن لا قدر الله حصل بالتاكيد بيكون في استرجاع لخبراتك بقى، ازاي تقدر تتعامل مع ده من خلال خبراتك داخل الملعب. انت بتتكلم النهارده في جيل خد 4 نهائي افريقيا دوري ابطال مظبوط وخد 3 كاس عالم وخد 3 كاس عالم
الخبرات اللي موجوده، اللاعبين دوليين كتير جدا داخل النادي الاهلي، سواء المنتخب المصري او التونسي او الانجولي، وبالتالي انت عندك مجموعه لاعبين عندهم خبرات كبيره جدا جدا. خلي بالك الضغوط هتفضل اثناء المباراه، سواء النادي الاهلي احرز او لا قدر الله الوداد احرز في النادي الاهلي، برضه هتفضل ضغوط كبيره جدا على الوداد، لانه النادي الاهلي لو احرز هدف هناك هتكون بمثابه يعني هدف قاتل شويه، هيقتل شويه كبيره جدا جدا طموح اللاعبين داخل الملعب. وبالتالي انت هتلعب على فكره او نقطه انك تقدر تحرز هدف سواء بدري او حتى اثناء المباراه، او حتى لا قدر الله لو دخل فيك هدف، ازاي بخبراتك تقدر تتعامل مع نتيجه زي دي وتقدر تسيطر على اعصابك وتقدر تحرز اهداف. اعتقد ان مستر كولر اتكلم في ده بشكل كبير، عندك نوعيه اللاعبين اللي تقدر تعمل ده. يعني انا لما بكلمك وببقى مطمن شويه ببقى عارف قد ايه ان لاعبينا عندهم خبرات وعندك طبعا الخامات اللي تقدر تتعامل مع ده نفسيا وفعليا داخل الملعب. صحيح. طب خلينا نشوف كابتن هاني العجيزي رايه ايه في ماتش بكره. طبعا. توقعاته ايه اول حاجه؟ كابتن هاني مساء الفل. يا فول يا ابو حميد، وحشني. وانت جدا والله. هنعمل ايه بكره؟ هنعمل ايه بكره؟ لا خير ان شاء الله، ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله. هاني حبيبي وحشني، عامل ايه؟ كابتن اشرف ممدوح بيمسي عليك. يا كابتن اشرف، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله ربنا يخليك يا هاني. قول لي شايف ماتش بكره ازاي يا كابتن هاني، وشايف تاثير النتيجه اللي حققها الاهلي وفوزه في القاهره بنتيجه 2-1 على ماتش بكره ايه؟ والله يا ابو احمد هي مباراه صعبه طبعا، مفيش خلاف، وده واصل للناس كلها حتى بعد المباراه، بعد الهدف اللي يعني اللي مالوش لازمه اللي دخل فينا بصراحه في اخر المباراه. المباراه ده اربك حسابات الدكتوره وجماهير النادي الاهلي بشكل عام. صعب الموقف على اللعيبه، لكن لسه بسمع الكابتن اشرف بيتكلم على فكره اللعيبه والاصرار اللي عندهم ان هم يقدروا في المواقف دي تبان اللعيبه رجاله. واعتقد ان النادي الاهلي يعني موضوع بالنسبه له حته ان انت تلعب نهائي ده بره ارضك، يعني الموضوع اتكرر كتير، والنادي الاهلي ياما خد بطولات بره ارضه كتير، فاللعيبه اكيد وصل لها الكلام ده كله. مباراه مش سهله خالص، يعني في عوامل كتيره مش عايزين نتكلم فيها برده دلوقتي، ان المباراه في عوامل كبيره اكيد هيبقى لها تاثير على مجريات المباراه، من ضمنها الجمهور والتحكيم، ومش عايزين نقول مبررات من دلوقتي، لكن انا بتكلم في الحاجات اللي هتحصل، وكلنا عارفين ان الحاجات دي هتحصل. لازم لعيبه الاهلي يبقى عندها القدره ان هي تستوعب ان ده هيحصل، ولازم تقدر ازاي هتواجه الكلام ده، وازاي ان انت هتقدر تستوعب اي قرار او اي حاجه هتحصل في المباراه، لازم يبقى انت عندك استعداد بشكل كبير لاي حاجه هتحصل في المباراه. لكن زي ما قلنا النادي الاهلي اللعيبه عندها خبرات كافيه ان هي تقدر ان شاء الله باذن الله تقدر في مباراه زي دي باذن الله، وتقدر وبتمنى طبعا مستر الكره ان هو يدير المباراه بشكل جيد، يعني طبعا هو كلنا بندعي يعني كلنا مش بندعي حاجه ان احنا بندعي طبعا طبعا الموضوع في الاول والاخر مستر كولر طبعا. انا ده كان سؤالي اللي جاي ليك، انا كنت اقول لك ان بكره الساعه 10 ل 10 هتلاقي مصر كلها اتحولت للاسيستنت كوتش بتاع مستر كولر، وبتسال او بتحط الطريقه والتشكيل اللي المفروض يبدا بيه المباراه، افضل طريقه من وجهه نظرك كابتن هاني، يعني شايف ماتش بكره او جيم بكره يلعبوا الاهلي ازاي، وهل متوقع يلعب بطريقته ضغط وهجوم واستحواذ وخلق فرص، بنلعب بره زي بنلعب جوه، بنلعب مع الوداد زي بنلعب مع اي فريق هنا في الدوري، ولا المباراه دي بالذات ليها حسابات ثانيه مختلفه؟ لا انا شايف، بص يا محمد درجه حاجه، مستر كولر هو اللي شايف حاله اللعيبه عامله ازاي، تمام؟ لكن بنتكلم كخطه، لا الخطه اللي لعب بيها الماتش اللي فات انا شايف ان هي مناسبه بشكل كبير جدا. هو كان ممكن الماتش اللي فات ان هو كان لازم يعني يباغت شويه نادي الوداد، ان هو كان ممكن يطلع واحد من الانتصارات الثلاثه ساندي انجا او حمدي فتحي، ما كانش حد كنا شفناه، لازم ينزل صانع العاب عنده حلول، ان هو كان ممكن ان هو يقدر يخلص في الماتش بعدد كبير من الاهداف، لكن هو الراجل كان عنده تحفظات، وده مطلوب في الماتشات النهائيه، تمام؟ لكن بكره مفيش عندك مجازفه ان انت ممكن تقدر تلعب بصانع العاب بكره، الراجل هيلعب اكيد بنفس التكتيك بتاعه ونفس الخطه بتاعته اللي بيلعب بيها الماتش اللي فات. وهيقدر ان هو في خلال اول ربع ساعه ان انت تقدر تستحوذ على الكوره زي ما انت قلت، لان ده مهم جدا جدا جدا، لان هتلاقي طبعا فرقه الوداد نازله عندها باور وعندها حافز ان هي عايزه تجيب جول في اول ربع ساعه. اول ربع ساعه انا شايف ان هي مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي بكره، ان انت تقدر
يعني تشوف المباراه هتمشي ازاي وازاي النادي تمتص الحماس بتاع فريق الوداد في اول ربع ساعه وده مش هيحصل الا بالاستحواذ وبالهدوء طبعا. ان شاء الله باذن الله عدوا اول ربع ساعه هتلاقي الماتش بقى روتين عادي هتقدر ان انت تهاجم بقى بشكل طبيعي. واتمنى ان شاء الله بكره الفرص اللي تيجي يعني ما فيش بكره تهاون بكره الفرصه عندك. لسه هقول له نصيحتك للفراوده بكره ايه؟ فرصه بكره يعني ما بتتعوضش فاتمنى اي حد يجي له فرصه بكره ان هو يقدر يستغلها. شفنا كهربا الماتش اللي فات ضيع كذا واحده في اول مباراه لكن قدر ان هو يحرز اهداف بعدها هدف بعدها لكن بكره الفرصه بتبقى ثمينه شويه صحيح مش هتجي لك كتير. بس هو انا بس هزود على كلام الكابتن هاني انها ما بتتعوضش وما بتتنسيش الحاجات دي ما بتتنسيش طبعا مع النهايات دي بتبقى صحيح صحيح ده احنا من كاس العالم 90 فاكرين كور ضاعت وما كانش المفروض تضيع لغايه النهارده صحيح. بشكرك شكرا جزيلا كابتن هاني وان شاء الله نبارك لبعض بعد ان شاء الله المباراه باذن الله وانا عارف انك هتشرفنا باذن الله ان شاء الله ضيف عزيز علينا في السادسه ان شاء الله النهارده ونبقى ان شاء الله باذن الله بنحتفل يعني باذن الله تعالى. هرجع لماتش بكره اللعيبه اصحاب الخبره عليها دور كبير يا اشرف طبعا. كانت مشاركه في التشكيل الاساسي او كانت بره في لعيبه بكره بتخوض يعني مروان مثلا لو في التشكيل هيبقى اول نهائي دوري ابطال بيلعبوا مروان كان تقريبا مروان بس نتمنى او مروان بس السنه اللي فاتت لا منعم لعب معانا نهائي السنه اللي فاتت بس كان جاي لنا في نص السيزون ما خدش بس لعب المباراه النهائيه بس لعب المباراه النهائيه صحيح وكان واحد من نجومها الحقيقه وكان واحد من نجوم السيزون كله يعني لكن في النهايه برضو الكباتن الكبار في الوقت ده حتى بما فيهم كابتن خطيب وحسام غالي يعني بتواجدهم في حسام غالي كرئيس البعثه وكابتن خطيب طبعا رئيس النادي واصراره على ان يكون مرافق البعثه بالتاكيد في دفعه معنويه كبيره جدا يعني مش المباراه دي بس الحقيقه يعني كابتن خطيب وكابتن حسام غالي وكل مجلس اداره النادي الاهلي اعتقد يعني خاصه كابتن محمود خطيب الحقيقه في كل المباريات يعني الفاصله واللي النادي الاهلي فعلا محتاج دعم معنوي كبير كابتن خطيب لا يتاخر ابدا يعني تعبان بقى مش تعبان ما في ظروف هو المفروض اساسا اعتقد معلومات يعني عندي طبيبه يعني منعه من السفر لكن الحقيقه يعني كابتن خطيب لا يتوانى ابدا عن مسانده لاعبي النادي الاهلي وشفنا ده حتى في اوقات الخساره يعني وانت بتخسر ازاي بيبقى موجود كابتن محمود الخطيب بيدعمك ازاي بيدي لك الدفعه عشان تقدر تاخد الخطوه اللي بعد كده يعني كابتن محمود الخطيب الحقيقه نموذج كلنا بنحتذي بيه يعني ان شاء الله يعني اللاعبين الكبار طبعا ليهم دور كبير وبالتاكيد زي ما قلت لك الشناوي السلية كهربا حسين الشحات يعني معظم اللاعبين النهارده بقى عندهم خبرات كبيره وانت بتتكلم على 6-7 لاعبين النهارده بنتكلم عنهم ان هم لاعبين كبار يعني هم كبار الفرق او كبار غرفه الملابس والدور مش بيبقى بس في المباراه ما قبل المباراه واستعداد للمباراه دي دور مهم جدا والجلسات اللي بتبقى موجوده في غرفه الملابس في غرف النوم في الاوتيل التواجد والكلام الدائم حوالين المباراه ده بيدي لك استعدادات كبيره جدا ودورهم طبعا مهم جدا جدا ما قبل المباراه زي ما بقول لك داخل المباراه طبعا يعني روح مختلفه وانت بتحاول بقى مش تشحن يعني ما قبل المباراه انت بتشحن اثناء المباراه انت محتاج شويه يعني تهدي لعيبه النادي الاهلي عشان انت الشحن الزائد ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه فاعتقد التوازن ده نتيجه الخبرات اللي موجوده بالتاكيد النهارده في اسماء كتيره داخل فريق النادي الاهلي يقدروا يعملوا الدور ده ويقوموا بيه بشكل جيد يعني مش قادر اقول الحقيقه المباراه قد ايه هتفرق مع هذا الجيل وهتفرق طبعًا. مع جمهور النادي الاهلي ومع الجهاز الفني ومجلس الاداره اتمنى ان شاء الله التوفيق ويا رب يا رب ان شاء الله النجم ال11 تكون هم صحيح فرحونا قبل كده بنجمتين يعني فرحونا ببطولتين وخصوصا يعني انا بشوف واحده منهم هي الاغلى يعني البطوله النجمه التاسعه دي طبعًا. يعني بالتأكيد. بالنسبه لعند الاهلاويه كلهم فرق كتير يعني جدا طبعا حقيقة. طبعا مش يعني طبعا دي نجمه كانت عزيزه جدا جدا ومش بس عشان على الزمالك لكن كمان عشان جت بعد يعني معانده وغياب صحيح فكانت ليها حته تانية لكن انا بشوف ان البطوله دي هتاخد اسمائهم وتروح في حته تانية خالص
جدا. انت بتتكلم في ان شاء الله ان شاء الله البطوله دي يبقى عندنا ثلاث يعني اللاعبين دول او الجيل ده قدر يحرز ثلاث بطولات للنادي الاهلي لدوري الابطال من اربع بطولات فاينل. فبالتالي زيهم زي جيل ابو تريكا وعماد وبركات والجيل العظيم ده يعني احمد حسن طبعا. فاتمنى ان شاء الله التوفيق. محتاجه مش محتاجه بس كوره، محتاجه طبعا قلب وروح وقتال داخل الملعب. روح. لان روح. دي اللي طبعا كلمه روح دي يعني تراهن عليها دايما. وانا بتهيألي لعيب الاهلي كمان بيحب التحدي، يعني بشوف انه كاركتر وشخصيه لعيب النادي الاهلي تحب التحدي الصعب جدا، تحب الماتشات الصعبه، ودايما بتلاقيهم في المواقف دي. يعني لعيب النادي الاهلي اعتقد انه على مدار تاريخ بطولات النادي الاهلي يعني ممكن تبقى عمرك ما راهنت على الروح، انت دايما بتراهن بس على التوفيق. صحيح. لكن روح النادي الاهلي وروح لعيب النادي الاهلي دايما عليها موجوده. جد. مين بكره اوراق بديله ممكن يلجا لها مستر كولر اذا ما يعني تعقدت الامور؟ يعني بتكلم في احمد عبد القادر طبعا. الفترات الاخيره مميز مع النادي الاهلي وبيفرق، لما بينزل بيبقى ليه دور كبير. طاهر محمد طاهر الحمد لله ابتدى يرجع بشكل كبير. محمد شريف طبعا بالتاكيد مميز جدا وليه دور كبير مع النادي الاهلي. يعني الثلاث اسماء دول اعتقد انه ممكن يكون ليهم دور مع النادي الاهلي بكره ان شاء الله. قفشه كمان، لكن يعني في مباراه زي دي شايف انه هيكون فيها جري كتير وقتال كتير، لكن جايز تحتاج له في تهدئه الملعب ان شاء الله يكون احرزنا هدف او حاجه. يعني خليني اقول من دلوقتي ثقتنا في كولر واختياراته بكره ما لهاش حدود، ثقتنا في نجومنا كلهم سواء اللي هيبداوا كاساسيين او اللي هيكونوا موجودين على الدكه جنب مستر كولر ما لهاش حدود، ثقتنا في قدرتنا على عودتنا بكره من كازابلانكا باللقب ان شاء الله باذن الله ما لهاش حدود. وان شاء الله في حلقه بعد بكره، انا معاكم بكره لحلقه ما قبل المباراه، كل اللحظات ثانيه بثانيه دقيقه بدقيقه قبل الماتش هكون موجود معاكم. لكن اختم النهارده بدعواتي بالتوفيق للاهلي بكره ان شاء الله، والتوفيق طبعا للسيتي ولا الانتر النهارده. يعني انا عايز سيتي ياخد البطوله ان شاء الله. يعني اجتهدوا كتير. بص هيبقى موسم لو السيتي والاهلي عملوها السنه دي يعني هيبقى يعني ربنا جزى صبرنا خير كل السنين اللي فاتت دي. كل سنه تبقى قريبه من السيتي. عشاق السيتي طبعا، انا عارف ان هم كتير. البيب جوارديولا يستحقها عن جداره بدون فلسفه وبدون اللقطات العبقريه. اعتقد النهارده نهائي يومين جمال هنعيشهم ان شاء الله باذن الله. نتمنى نشوف فيهم كره ممتعه، نتمنى نشوف نهائيات بين قطبين. الانتر يظل حتى وان كان بعيد عن التتويج واحد من اقطاب القاره العجوز. السيتي الحقيقه مبهر ممتع مربك لحسابات الجميع الحقيقه، بما فيهم العمالقه زي الريال والبايرن قدر يتفوق عليهم مش بس السنه دي، حتى في سنوات سابقه مشوارهم كان اصعب كمان. يعني ومشوارهم طبعا هو ما فيش حد واقف قدام القطر يعني. اي حد واقف قدام القطر اتداس عليه. فنتمنى النهارده انه يكملوا المشوار بنفس النجاح. وبكره يبقى لينا حلقه ان شاء الله نتكلم فيها على دقائق وساعات ما قبل المباراه. بس قبل ما اختم لازم اشكرك اشرف، شكرا جدا يا احمد، ودايما سعيد بوجودي معاك. وان شاء الله يكون يعني باذن الله تعالى بداناها تفاؤل، وان شاء الله انها تفاؤل باذن الله تعالى. دايما متفائلين رجالتنا دايما بيعملوا عليهم، ودايما جمهورنا الحمد لله بيقدر لعبتنا بشكل كبير طبعًا. بيؤدي ما عليهم تماما كلنا ثقه فيهم وفي ادائهم وروحهم. نتمنى ان شاء الله التوفيق بس بكره من عند ربنا سبحانه وتعالى باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يكون الف مبروك باذن الله. ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله. شوفوا نتابع معاكم بكره لحظه بلحظه اخر استعدادات ولحظات ما قبل بدايه المباراه مباشره. هتكون معانا هنا على شاشه الاهلي في السادسه. شكرا على المتابعه، تحياتي لكم.